اهلا بحضراتكم. يوم جديد في مصر نختتمه بتعليق وابراز اهم اخباره وقصصه وحكاياته. اسعد الله مساءكم. في هذا المساء القضاء الاداري ينشر حيثيات وقف اجراء الانتخابات البرلمانيه، والسبت حسم مصير ماده مزدوجي الجنسيه من المرشحين. في قضية التخابر مع قطر الجلسة سرية وممنوع النشر. وأخيراً سفلج المصري في الأسواق. في هذا المساء نتوقف عند مصير نقابة الصيادلة بعد دخولها نفق الحراسة. هل سيتم الطعن على القانون ولا لا؟ محاولات الإخوان للسيطرة على النقابة من وجهة نظر البعض، أزمة الأدوية والدواء وعلاقتها بالانتخابات وبمجالس النقابات، كل ده هيكون موضوع لموضوعنا الحواري، وهيكون معانا مناظرة بين مرشحين على منصب النقيب. هل فات الأوان للتناظر حول مقعد لم يحسم بعد ولا لا؟ وبفكر حضراتكم طبعا اننا دايما بننتظر تعليقاتكم وارائكم وتعليقاتكم وايضا اقتراحاتكم على صفحاتنا التفاعليه. مرحبا من جديد، وبنبدأ بإلقاء الضوء على الجولة الأخيرة من جولات التفاوض حوالين الموضوع الأهم يمكن في حياة المصريين، وهو موضوع مياه الشرب ونهر النيل. النهاردة بدأت في العاصمة السودانية اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لدول النيل الشرقي، طبعا احنا بنتكلم عن مصر والسودان وأثيوبيا. المناقشات حوالين المسائل العالقة حوالين مشروع سد النيل، ويمكن احنا عارفين ان البند الأبرز هو فترة ملء الخزان. الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماعات وزراء الخارجية المشتركة بين الدول الثلاثة اللي عقد في أديس أبيبا أوائل فبراير الماضي. طبعا كان استبق هذا الاجتماع تصريحات بدأ فيها نوع من تعقد الأمور على لسان وزير الموارد المائية المصري وعلى لسان الوزارة هنا في مصر، بتتكلم عن مسائل متعلقة بالشركات الاستشارية والرغبة في وضع الأمر أمام شركات استشارية مرة تانية. من العاصمة السودانية الخرطوم للاطلاع على المسار الذي تأخذه المفاوضات، معنا الزميلة صباح موسى الصحفية من هناك. أستاذ صباح أهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور. لو تحطينا في إطار الجو العام للمفاوضات وماشية في أي اتجاه، والسمة الغلبة اللي لاحظتيها من خلال مراقبتك للجلسات. النهاردة تم اجتماعات الوزراء الخارجية بين الدول الثلاثة، طبعا السودان ومصر وأثيوبيا. طبعا هم الاجتماعات أصلا هدفها هي يعني مناقشة المسائل العالقة حول سد النهضة. المفاوضات دي او الاجتماعات دي اصلا لها مسارين في الخرطوم هذه الدوره، مسار سياسي ومسار فني. المسار السياسي بيحضره وزراء الخارجيه، المسار الفني طبعا بيحضره وزراء المياه. وزراء المياه ستبدا اجتماعاتهم فور الانتهاء من وزراء الخارجيه بكره ان شاء الله، هيتم يوم الاربعاء بكره نهايه اجتماعات وزراء الخارجيه وهيطلع البيان الختامي. ايه ابرز النقاط على مائده وزراء الخارجيه؟ يعني هل في نقاط فنيه ولا النقاط الفنيه كلها متروكه؟ هي هم بيحاولوا في الاجتماعات بتاع وزراء الخارجيه يعني يناقشوا مجمل العلاقات بين الدول الثلاثه، سواء على المستوى السياسي، على مستوى العلاقات، على المستوى الفني بشكل اجمالي. يعني مفيش حاجه تفصيليه. فني بحت. الإطار الفني سيكون في إطار اجتماعات وزراء المياه وزراء المياه الثلاثة اللي هيكون إن شاء الله يوم الأربعاء. لكن هم النهاردة عملوا الجلسة الافتتاحية، اتكلموا ثلاث وزراء بشكل إيجابي جدا عن يعني إنه لازم يكون في مصالح بين الدول الثلاثة، ولازم المفاوضات تمشي زي ما هي في طريق يعني يحقق كل مصالح الثلاث دول. والكلمات كانت مباشره، سواء وزير الخارجيه المصري او السوداني او الاثيوبي، ماشيه في اطار كويس. كانت الاجتماعات هادئه ما فيهاش اي حاجه، ما حاولوش يطلعوا اي حاجه في اتجاه قالوا بكره هنعلن كل حاجه في البيان الختامي على اساس اجتماعاتهم بتاع
على المستوى وبالتالي ما كانش فيه نقط خلافيه ولا تم التطرق اليها في الاجتماع بتاع النهارده. كلها مجرد اساسا في جلسه طبعا مغلقه بعد الجلسه الافتتاحيه كانت مجرد كلمات، كلها كلمات مبشره، كلها كلام في اطار التعاون المشترك، ما كانش فيه اي حاجه. شكرا جزيلا صباح موسى، بشكرك شكرا جزيلا صباح موسى زميلتنا الصحفيه من الخرطوم اللي وضعتنا في اجواء الجلسه الافتتاحيه لمؤتمر الوزراء. هنتابع معكم نفس القضيه لكن بعد ما نتوقف لاذان العشاء. حضراتكم من جديد لازلنا معكم نتابع القمة الثلاثية أو المفاوضات الثلاثية الموجودة الآن في العاصمة السودانية الخرطوم حوالين نهر النيل. زي ما ذكرنا قبل قليل النهاردة كان افتتاح المباحثات، كان المؤتمر النهاردة على مستوى وزراء الخارجية، لم يكن فيه أي موضوعات خلافية، تغلب عليه الطابع البروتوكولي وكلمات لوزراء الدول الخارجية في الثلاث دول. وطبعا ده أمر متوقع ومفهوم، خصوصا أن الموضوعات الخلافية معظمها موضوعات فنية. هل هيشهد الجلسة هتشهد الجلسة اللي هي جلسة يوم الأربعاء بكرة اللي المفترض أن يبدأ فيها الاجتماع على مستوى وزراء الري، هل ستشهد أي خلافات، خصوصا أن كان في استباق للكلام حوالين موضوعات تم الاختلاف حولها والخاصة بإجراء الدراسات والتزام أثيوبيا بإجراء هذه الدراسات، توقيف العمل لإجراء الدراسات ولا لا، ولا الأمور هتبقى في نفس المنطقة المسدودة. أعتقد أن هذا الاجتماع هيقيس الجهود اللي قدرت تبذلها مصر خلال الفترة الماضية. معنا على الهاتف طيب المفترض أن يكون معنا على الهاتف بعد قليل الدكتور هاني رسلان عشان يحطنا في إطار التفاصيل الفنية، لكن يبدو أننا بنصادف قدر من سوء الحظ في التليفون. هنرجع مرة تانية للاتصال الهاتفي، أرجو أن هو يكون جاهز. معنا دكتور أيمن شبانة خبير في معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا دكتور أيمن. دكتور أيمن وقت على الهواء في التلفزيون. أهلا وسهلا يا دكتور أيمن، أنت فعلا على الهواء، أهلا بيك. أهلا فندم. بسأل حضرتك إيه الموضوعات، طبعا النهاردة كان افتتاح اللقاء بلقاء وزراء الخارجية، مفترض أن بكرة هيبدأ اللقاء على مستوى وزراء الموارد المائية، إيه أبرز النقط اللي حضرتك شايف أنها ممكن يحدث فيها تقدم، وإيه أبرز النقط اللي أنت شايف أن ممكن تتوقف فيها المفاوضات؟ وبداية اجتماعات حوض النيل الشرقي لها أهمية في ظل أنه الأصل في العلاقات ما بين الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار الدولية هو التعاون. أيضا غياب إطار قانوني لحوض نهر النيل ينظم الحوض من منبعه إلى مصبه، وأن مصر أيضا قاطعت الاجتماعات الخاصة بمبادرة حوض النيل فضلا عن الهدوء الحذر الذي يكتنف العلاقات ما بين مصر والسودان وإثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة. سيكون لأزمة سد النهضة إذن نصيب الأسد في مباحثات حوض النيل الشرقي في دورتها الحالية، لأنها الأزمة التي تؤثر بالفعل على مستوى العلاقات ما بين الدول الثلاث، وسيكون لها يعني اهتمام خاص في إطار المحادثات الجارية اليوم وغدا. تمام، أبرز النقط اللي حضرتك شايف أنها هتقف في المفاوضات؟ يعني أعتقد مسألة اختيار المكتب الاستشاري، هذه المسألة إثيوبيا ما زالت تسوف فيها، ما زالت تصر على أن تخوض مفاوضات ماراثونية مع مصر والسودان، ما تزال إثيوبيا تصر على أن يعني تؤجل اختيار المكتب إلى أطول فترة ممكن، لأن هذا ليه لو حبينا نفهم إحنا والسادة المشاهدين ليه، إيه القصة؟ الوقت في صالح إثيوبيا، وكلما مضى الوقت كلما فرض السد كحقيقة واقعية وكلما ضاقت فرص الاختيار أمام الجانب المصري. معايا على الهاتف في الجانب الآخر الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة حوض النيل بالأهرام، وهعرف إذا كان بيوافق حضرتك على نفس النقطة ولا لأ. دكتور هاني أهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك سمعت معنا الدكتور شبانه بيقول ان اثيوبيا تماطل في موضوع المكتب الاستشاري واختياره بغرض كسب الوقت اللي هو في صالحها، هل توافق على وجهه النظر دي؟ نعم اوافق عليها، طبعا التحيه للدكتور ايمن، وازيد عليها ايضا ان هذا المسار برمته المتعلق بالدراسات لن يصل بمصر الى اي مكان على الاطلاق، حتى حينما تنتهي هذه الدراسات في الوقت الذي سوف تنتهي فيه
لن يكون لها أي قيمة تذكر، لأن أثيوبيا من الآن تقول صراحة أن هذه الدراسات غير ملزمة، وأنها ستنظر إليها من خلال منظور الاستخدام العادل والمنصف للمياه. ما هو هذا المنظور أو قيمة الضرر الذي سيتحقق على مصر؟ هذا ما سوف تقدره أثيوبيا منفردة، أي أنها سوف تلعب دور. أمال إيه قيمة التفاوض وإيه قيمة الجلسة المنعقدة وليه وزراء الخارجية بيشاركوا على مستوى الثلاث دول يا دكتور هاني؟ في الحقيقة هو طبعا اجتماع وزراء الخارجية هو امتداد لاجتماعات عقدت في فبراير الماضي بعد قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة، والهدف منها المعلن هو وضع إطار لتفاهم أو إعلان مبادئ. وإعلان المبادئ يعني أن الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا تلتزم بمبادئ معينة حول استخدامات المياه في الحوض الشرقي، وهذا الإعلان في تقديري لن يكون له أيضا أي فائدة، لأنه سبق لمصر أن وقعت إعلان مبادئ أيضا في مالابو من سبع نقاط، وهذا الإعلان تم تفريغه من مضمونه والتركيز على نقطة واحدة متعلقة بالدراسات وإهمال باقي النقاط. وفي نهاية المطاف أثيوبيا تقول أن هذا حق سيادي وتفرض ما تشاء على الآخرين. وتاني ده بيخليني أسأل عن جدوى التفاوض في السودان، هل انغلق مسار المفاوضات؟ هل مفترض أن مصر تبحث عن بدائل تانية ولا تستمر في المفاوضات في تقديرك يا دكتور هاني؟ لا، لابد من البحث عن بدائل أخرى والبدء بها فورا، لأن هذه المرحلة استنفذت نفسها ووصلت إلى سقفها. هل في مسارات تانية متوازية؟ في حدود معلوماتك يا دكتور هاني، هل في مسارات تانية متوازية مصر بتقوم بيها ولا مصر بتحط كل أوراقها في سلة التفاوض اللي حضرتك شايف إن هو لن يؤدي للنتيجة؟ والله الخطوة المصرية ضبابية ومبهمة وغامضة، ولا أحد يستطيع أن يفهم شيئا، وأداء السيد وزير الري يثير للارتباك ويغري الآخرين أيضا بالتعامل مع مصر بهذه الطريقة من العنجهية واللامبالاة، لأنه ينتقل من موقف إلى موقف دون أي تبرير، ويقول أيضا معلومات مغلوطة للأسف الشديد لتنويم الرأي العام المصري بدون سبب معقول أو سبب وجيه يدعوه إلى ذلك، وهذا أمر مثير للدهشة في هذا الملف الحساس. دكتور أيمن شبان، حضرتك لسه ما زلت معانا على الهاتف، وأنا بسأل حضرتك هل حضرتك شايف فعلا أن مصر بتستنفذ نفسها في مسار المفاوضات ومفيش أي مسارات أخرى موازية بتحصل على الأرض؟ الوقت ليس في صالح مصر، المسارات المتوازية هي طريق لابد أن تسير فيه مصر. لماذا؟ لأن المفاوضات الماراثونية الحالية لن تؤدي بنا إلا إلى يعني منطقة لا نستطيع معها أن نفرض شروط أو أن حتى نحصل على شروط جيدة للتفاوض. إذن لابد لمصر أن تسير في مسارات متوازية، مسار قانوني، مسارات تكوين لوبي دولي، هذا اللوبي الدولي يجوب العالم ليدافع عن عدالة القضية المصرية، لأن العالم لا يزال يسمع من الجانب الإثيوبي فحسب، وإثيوبيا تريد تكرار نموذج التفاوض في إطار السدود التي أقامتها على نهر أومو، وتريد أيضا تكرار تجربة تركيا عندما أقامت سد أتاتورك فحجبت كثير من المياه. هل من يدير الأزمة مش قدامه كل هذه البيانات اللي حضرتك بتتكلم عنها ولا كل هذه المعلومات ولا كل هذه المسارات؟ يعني فين الخطأ هنا؟ عفوا، نعم أمامه المعلومات، ولكن أعتقد أن يعني ليس لديه القدرة على الحركة، ربما لظروف خاصة بالدولة المصرية، ولكن لابد لمصر أن تفتح كل المسارات وتسير فيها لأن الوقت لم يعد ينتظر. طيب دكتور هاني رسلان، يعني المسألة يعني في ظني وحيك برضو صلح لي أن المسألة اللي مصر بتتفاوض حواليها دلوقتي أبرز جانب فيها هي فترة ملء الخزان. طيب حتى هذه النقطة ليس هناك حديث عنها، هو الحديث كله منصب على الدراسات واستكمال الدراسات والمكاتب الاستشارية وكل هذا. الدراسات دي اللي متعلقة بجسم السد ومدى قدرته على البقاء والأضرار اللي ممكن يسببها لو انهار فجأة، مظبوط؟ ليس هناك أيضا أي دراسات حول هذا الموضوع، الدراسات حول تأثير السد على تدفقات المياه إلى مصر والسودان وعلى تأثير السد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلدين اللي هم مصر والسودان، لكن ليس هناك أي دراسات حول السد كمنشأة هندسية أو حول سنوات الملء أو غير ذلك، وأسيب تقول أن هذا أمر سيادي، يعني هذه الدراسات كلها في هامش لا قيمة له
بالنسبة يعني وفقا للمسار الحالي اثيوبيا ستاخذ منفرده قرار ملء الخزان في اي وقت دون الوضع في الاعتبار مصالح الشعب المصري او الشعب السوداني. هذا هو المعلن حتى الان، وتقول هي تقول انها ستاخذ المصالح في الاعتبار، ولكن هذا طبعا في السياسه كلام تهريج ولا قيمه له، لانه كلام لفظي ينتهي وقت اطلاقه لتنويم الاخرين وكجزء من سياسه. طب يعني يا دكتور هاني، يعني برضه انا عايز افهم من حضرتك والساده المشاهدين، دايما كل الجهات الاخرى بتقول ان في اوراق تانية، اوراق ضغط موجوده، هل في ممكن تكون في ضغوط احنا ما نعرفش عنها حاجه او في مسارات اخرى؟ يعني ممكن يكون ده تقدير خاص بحضرتك ان مصر لا تتبع طرق اخرى، في حين ان يكون في مسار ما هيفاجئنا في وقت من الاوقات. انه مفيش، انا قلت ان الرؤيه ضبابيه، يعني مش واضح للمراقبين والمهتمين بهذا الملف مش واضح اي مؤشرات، لكن مصر تملك اوراق وتستطيع ان تدافع عن حقها بشتى الطرق، واول ورقه في هذا هي اعلان الرفض الكامل للتصرفات الاثيوبيه والتوجه بشكوى موثقه للاتحاد الافريقي ولمجلس الامن الدولي ونقل القضيه للمحافل الدوليه وجعل الموقف من سد النهضه ومن السدود الاثيوبيه جمله هي اولويه مطلقه في السياسه الخارجيه المصريه. هل الوقت مواتي لاتخاذ اجراء زي ده يا دكتور هاني؟ يعني لو اتخذنا فعلا رحنا بشكوى للاتحاد الافريقي والمجلس الامن، هل ترتبت الظروف الدبلوماسيه لاقرار الامر او ان العالم يتبنى وجهه نظر مصر ولا لا؟ لا، الغرض من الشكوى ليس الحصول على قرار دولي، ولكن اثبات الموقف المصري وحيثياته وتسجيل موقف قانوني بالاعتراض بما يحفظ حق مصر في التصرف بعد ذلك للدفاع عن حياة مواطنيها وأمنها. يعني أنا في حدود معلوماتي أن أثيوبيا بتعاني، وبرضو حضرتك صلح لنا أن أثيوبيا بتعاني من الحصول على تمويل بسبب عدم موافقة مصر. هناك بعض الدول مثل الصين وغيرها أوقفت تمويل أو القروض لبعض الأجزاء الخاصة بنقل الكهرباء وغيرها، ولكن هذا إجراء أيضا غير كافي، لأنه نحن وصلنا إلى مرحلة لن يعد فيها المباحثات الحالية مجدية. وعلى كل حال سوف ننتظر الإعلان الذي سوف يصدر عن اجتماع وزراء الخارجية لكي نرى إذا كان هناك جديد، أما أننا ندور في نفس الدائرة المغلقة والعبثية حتى الآن. على كل أحوال احنا منتظرين البيان اللي هيطلع بكرة، وهنرجع تاني نبحث الأمر ونفتحه ونشوف لأي مدى المفاوضات بتتقدم للأمام. بشكر حضرتك الدكتور هاني الرسلان رئيس وحدة حوض النيل بالأهرام، وأيضا الشكر موصول للدكتور أيمن شبانة الأستاذ بمعهد البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة. الحقيقة النهاردة في مصر كان يوم حافل على أكثر من مستوى فيما يتعلق بالمحاكم وساحات القضاء ومكتب النائب العام. يمكن النهاردة القرار الأبرز كان حظر النشر في قضية التخابر مع قطر والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وجعلت جلسة فض الأحراز سرية. يعني ربما يكون الأمر ده ليه علاقة ببعض سرية المعلومات اللي تم تداولها وتأثيرها على الأمن القومي، خصوصا أن الجلسة نفسها سرية والنشر عنها محظور بحكم المحكمة. القضية دي بفكر حضراتكم بيحكم فيها مرسي وعشرة آخرين من قيادات جماعة الإخوان. التهم المسندة إليهم هي اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية وقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية حول بيانات القوات المسلحة وأماكن تمركزها. على الهاتف معنا زميلنا الأستاذ أحمد شلبي رئيس القسم القضائي بالمصري اليوم عشان يضعنا في الكواليس. يعني متصور أن طبعا طبيعة المعلومات أو الأحراز نفسها هي اللي أدت لسرية الجلسة. صحيح، لان حسب معرفتنا من ملف القضيه ملف التحقيقات اللي اجرتها نيابه امن الدوله العليا، الاحراز او المستندات المتهمين استولى عليها او اختلسوها من رئيس تمهيدا لنشرها او اذاعتها او نقلها الى قطر كانت تتعلق بجهات سياديه كبيره، على سبيل المثال الجيش، على سبيل المثال هيئه الرقابه الاداريه، ميزانيه وزاره الداخليه، مستندات عن الجهاز المركزي للمحاسبه
حسابات عن تسليح الجيش، عن معلومات عن تمركز الجيش في سيناء وفي عدد من المحافظات. فكل هذه الأسرار إذا ما تم إعلانها أو نشرها، أو أنا بتكلم على تفاصيل طبعا، ممكن نكون بس نقول عناوين عامة، لكن التفاصيل نفسها المتضمنة في هذه الوثائق هي اللي محظور فيها النشر. ما ينفعش أنا أطلع مستند أو في وسط الجلسة القاضي يقول إن المستندات دي بتتضمن إن في عندنا كم جندي واقفين في الحتة الفلانية، عندنا الجيش تسليحاته كذا كذا كذا. ما ينفعش إن أنا الأسرار دي إن أنا أعلنها على الملا. ولذلك كان قرار صائب جدا من هيئة المحكمة إن هو يتم حظر النشر فيما تضمنه أحراز هذه القضية. لكن حظر النشر خاص بس بالجانب ده، لكن ملوش علاقة بإجراءات القضية بدفوع المتهمين. هيئة المحكمة قالت إنه الحظر على جلسة صد الأحراز بس. الأحراز أتصور إن القضية دي هيبقى فيها جلسات أخرى تتضمن حظر النشر. هو ده مش معلمة، لكن أتصور إن ده يحصل، لأن يعني عندما تتكلم النيابة عن في مرافعتها عن هذه المستندات بالتأكيد هتقول معلومات يعني تمثل إدانة للمتهمين وفيها أسرار أيضا في القضية، فربما يتم حظر نشر أجزاء من هذه القضية في وقت مسبق. طب يعني بعض أطراف أو بعض المتهمين في القضية دي موجودين خارج البلاد، مش كده مظبوط؟ في ست متهمين فقط المقبوض عليهم، وفي بقية المتهمين خارج هربين يعني. وهل تم يعني إصدار النشرة بالقبض عليهم ولا؟ دول موضوعين على القوائم الممنوعين أو قوائم التوقف يعني، ومش لهم مثل باقي يعني مئات المتهمين الهاربين من الإخوان أو من قادات الإخوان. يعني مطلوب ضبطهم وإصدارهم من الإنتربول، وصدر نشرة فيهم في يعني من وقت مبكر يعني من أكثر من 6-7 شهور، سواء في هذه القضية أو في قضايا أخرى يعني مطلوبين. أحمد، النهاردة كمان كان في قضية تانية أعتقد أنها برضو يعني الرأي العام بيراقبها، وهي فكرة النهاردة كانت أول جلسات إعادة محاكمة أحمد عز أو محاكمته في قضية ترخيص الحديد، وهو فاجئ المحكمة أو فاجئ الناس بأنه تنازل عن رخصة الحديد التانية. هل معنى كده أن المحاكمة ستسقط أو أن القضية ستسقط، وإلى أي مدى ده ممكن يأثر على موقفه في الانتخابات لو قرر أنه هو يخوض السباق بعد تأجيلها؟ فيما يتعلق بالمحاكمة الجنائية لا يجوز التصالح فيها او يعني انا اسف، يجوز التصالح او رد المبالغ المستولى عليها، ولكن ده لا ينهي القضيه ولا ينهي الشق الجنائي في القضيه. بمعنى ان انا لو رديت الفلوس او تنازلت عن رخصه الحديد الثانيه اللي القضيه مبنيه عليها، معنى كده ان انا لا ما عادش في قضيه، لا القضيه متكمله. ولكن المحكمه لما تيجي تحكم في القضية بتأخذ في الاعتبار ان هو رد المبالغ او رد الفلوس، فتبدأ ان هي تستعمل الرأفة معاه، فتدي له حكم يا اما مع وقف التنفيذ او حكم مخفف. فده اللي عمله النهاردة احمد عز، وصراحة دي كانت مفاجأة كبيرة، لانه قبل كده كان هو طول الجلسات المحاكمة في هذه القضية بالتحديد بيقول ان انا خدت رخصة الحديد بالمبلغ المحدد من قبل الحكومة وقتها، وان هو ما دفعش اي رشاوي او ما خدش الرخصه بوقت بفلوس اقل. وكان بيقول ان انا لا، الرخصه دي ما يعني باجراءات سليمه. يكون ان هو يجي النهارده ويقول ان انا متنازل عنها علشان يحسن موقفه من القضيه، ده يعني هل ده في اقرار ضمني كده ان هو حصل عليها طريقه غير مشروعه؟ بالظبط، انا مش عاوز اقوله، بس ده يعني يفهم من ذلك انه في اقرار ضمني بان هو حصل عليها كده. هو يعني طبعا ما قالش الكلام ده، بس ده اللي يتفهم للرأي العام يعني. كان في حاجه برضه النهارده، ان النيابه اعترضت على هذا على تنازل احمد عز، وقالت ان هو ده يعني مجرد ان هو شو اعلامي اكتر منه اللي هو محاوله لتحسين موقفه يعني. لان بالاساس الحكم الاولاني اللي صادر من محكمه الجنايات وتم الغائه من محكمه النقض بيلزمه ان هو يرد المبالغ، وبالتالي فكده كده الدوله هتاخد حقها يعني، بعيد عن ان هو بقى رخصه الحديد بيفضل معاه ولا لا، ده مش مهم، المهم ان احنا ناخد فلوس قيمه هذه الرخصه. يعني هل دي القضيه الاخيره اللي بيحاكم فيها احمد عز ولا في قضايا اخرى؟
في لا في قضيه الكسب غير المشروع والقضيه بتاعت الدخيله اللي هي بتاعت النهارده دوت اللي لسه منظورين امام المحاكم. شكرا جزيلا زميلنا الاستاذ احمد شلل. اتفضل. ده هيحسن موقفه ولا لا وهيسمح له في الدخول على الانتخابات او عدمه؟ لا، مساله الدخول في الانتخابات من عدمه كان لشان اخر تم منعه اللي هو بتاع الاقرار بتاع الذمه الماليه بتاع زوجته، علشان كده تم رفضه. يعني القضيه دي مالهاش علاقه بدخولها او عدمه الا لو تم ادانته فيها، وده يبقى موضوع تاني. ده موضوع تاني. شكرا جزيلا احمد شلبي زميلنا رئيس القسم القضائي في المصري اليوم. الحقيقه كمان ان النهارده القضاء الاداري اصدر الحكم او المتوقع بناء على حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه قانون الانتخابات بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب. ايه اللي هيترتب على هذا الحكم؟ سؤال بطرحه على الخبير والفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات. دكتور نور، هل معنى كده اعاده عمليه الانتخابات من اولها، من اول الدعوه اليها والقوائم، ولا يعني ايه بالظبط اللي هيترتب على هذا الاجراء؟ يعني هي كان في دعوى مرفوعه محكمه القضاء الاداري، أربع دعاوى بتطالب بوقف إجراء الانتخابات استنادا إلى وجود عيوب دستورية في قانون تقسيم الدوائر وعدد آخر من القوانين. المحكمة أحالت الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا. المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر فيما يتعلق بالانتخابات الفردية، وعادت الدعوة مرة أخرى أمام محكمة الموضوع اللي هي محكمة القضاء الإداري، فقضت بوقف إجراء وقف قرار دعوة الناخبين للاقتراع على انتخابات مجلس النواب انتظارا لتعديل القوانين التي قضي بعدم دستوريتها. معنى هذا إن سندخل في فترة إعداد للقوانين لكي تكون مطابقة للدستور وفقا لما رأته المحكمة الدستورية العليا، ثم بعد هذا تستأنف إجراءات العملية الانتخابية. تستأنف من حيث توقفت، ولا حضرتك معنى كده أن هيتم كل الإجراءات اللي اتعملت هتتعمل من أول وجديد تاني؟ يعني اعتقد ان سيعاد فتح باب مره ثانيه على المقاعد الفرديه فقط. انما القوائم ليست هناك، لو لم يكن مطروحا امام المحكمه الدستوريه العليا مساله دستوريه القوائم. من الممكن يظهر في المستقبل ما يفيد عدم دستوريته. طب كمان في 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 جزئيه اخرى مطعون في دستوريتها ومفترض انها يفصل فيها يوم السبت، وهي المساله المتعلقه بمزدوجي الجنسيه. دي حجزه للحكم، وقد يقضى فيها بعدم دستوريه نص قانون مجلس النواب الذي يحظر على مزدوج الجنسيه الترشح. هيترتب ايه بقى لو قضي بعدم الدستوريه هنا؟ وهناك ايضا عيوب عدم دستوريه من وجهة نظري لم تكن مطروحة على المحكمة الدستورية العليا، ومن الممكن أن تطرح مستقبلا بعد السير في إجراءات العملية الانتخابية. عشان كده أنا بأدعو إلى أن تتم عملية مراجعة هادئة مرة ثانية لكافة القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهي ثلاث قوانين: قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون مجلس النواب، لكي نتلافى أي مطاعن على عدم الدستورية مرة ثانية. شكرا جزيلا الدكتور محمد نور فرحات الخبير الدستوري. معايا على الهاتف الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق. دكتور محمد. الو، ايوه فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، بناء على الحكم اللي صدر النهارده من القضاء الإداري وكمان حجز قانون المتعلق بمزدوج الجنسيه يوم السبت ومطاعن دستوريه اخرى اشار اليها الدكتور نور فرحات قبل قليل، هل بتكفي مده الشهر دي لاعاده صياغه قانون الانتخابات، ولا احنا كده بنتكلم عن تاجيل الانتخابات لاجل اطول؟ لا، هو في الغالب هيبقى التاجيل مؤكد، هيستغرق وقت ولاجل اطول، لانه مجرد اعداد الماده البديله في قانون الدوائر الانتخابيه وصياغته والخلاص من العوار الدستوري الذي كان في النص القديم وعرض الامر على مجلس الوزراء ثم
على مجلس الدولة اسم التشريع ثم يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، هذا يستغرق وقتا أكثر يعني من الشهر الذي دعا إلى تنفيذه الرئيس السيسي. الأمر الثاني الذي يجب أن أقوله أننا ننبه من الآن كما فعل يعني ولو بطريقة ضمنية الدكتور فرحات، هناك عيوب أخرى للدستورية في وجود الأحزاب السياسية، لأنه موجود سياسي الأحزاب السياسية اللي عددها تجاوز المائة، موجود عدد من الأحزاب الدينية المحظورة حظرا تاما بنص الدستور، وهي تنشط في عمل قوائم والاشتغال بالانتخابات القادمة دون اعتداد بحظرها. الأمر الثاني بس ما فيش أحكام قضائية باتة بحظرها يا فندم، يعني لو حضرتك بتشير لحزب النور القضية لسه لم يفصل فيها. الدستور لوحده كافي لاعتبارها محظورة وغير موجودة من الناحية الدستورية. الأمر الثاني برضو أن الأحزاب السياسية طبقا للمبادئ السياسية لعلم السياسة وطبقا للدساتير والمبادئ العامة لها، الحزب هو عبارة عن تجمع عدد كبير من الناخبين على برنامج يؤمنون به ويدعون إليه للوصول إلى الحكم. عدد كبير من الأحزاب الموجودة حاليا ليس لها قاعدة شعبية ذات قيمة ولا تعتبر دستوريا ولا سياسيا أحزاب سياسية حقيقية، وبالتالي لابد من أن ينص في قانون الأحزاب السياسية على ضرورة أن يكون الحزب الذي يعترف بوجوده لديه حد أدنى من الأعضاء. طب يعني أنا بفهم من كلام حضرتك دكتور حامد أنك بتدعو إلى وقفة كده يعني تشريعية نراجع فيها القوانين الخاصة بالانتخابات وبالحياة السياسية كلها؟ هذا ضروري وحتمي لعدم العودة مرة أخرى إلى يعني بطلان نصوص محددة والطعن مرة أخرى. لكن الذي يترتب على ده إن إحنا كده بنقول إن إحنا ممكن نقعد فترة أطول من غير برلمان، والانتخابات ممكن تتأجل فترة أطول، يعني القوانين والتشريعات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي ممكن تستغرق شهور ويمكن سنة مثلا. هذه هي الضرورة، والمسؤول عن ذلك هو التعاون في مراجعة التشريعات المختلفة ومراجعة المسرح السياسي بأكماله بحيث يكون له شرعية دستورية وسياسية مقبولة. ليس في العالم كله دولة فيها 102 حزب مثل مصر الآن، وعدد كبير من أحزاب دينية حوالي 25 حزب. 25 حزب ديني موجودين في مصر دلوقتي يا دكتور؟ آه طبعا، ومغطية نفسها ببرامج شكلية، إنما هي أحزاب دينية هي وجماعات دينية أخرى. هذا الكلام لابد من معالجته، والتأخر في معالجته يضر الديمقراطية والعملية الانتخابية كما يحدث الآن. طب حضرتك أرجوك أن تبقى معايا دكتور حامد الجمل، وعايز أشرك معايا رأي سياسي إذا كان ده الرأي القانوني زي ما حضرتك رأيته. معايا على الجانب الآخر الدكتور فريد زهران القيادي بالحزب الاجتماعي الديمقراطي المصري الاجتماعي الديمقراطي. دكتور أهلا بيك. أهلا بيك يا فتح. دكتور فريد، حضرتك سمعت الكلام اللي قاله الدكتور محمد حامد الجمل، هو بيطلق دعوة لوقفة كده تشريعية تراجع من خلالها قوانين الانتخابات على مهل وقوانين الأحزاب، وتراجع الأحزاب الموجودة إذا كان ليها قواعد ولا لأ، وإذا كانت مخالفة للدستور ولا لأ، حتى لو ترتب على ده أننا يعني نودع الانتخابات كده لغاية ما يحصل هذا الكلام. رأي حضرتك في هذا الكلام سياسيا؟ والله أنا عايز أبتدي بس الأول بمعلومة محددة، أنه غير صحيح أنه عدد الأحزاب في مصر كبير بالنسبة لبلد بحجم مصر سكانيا وسياسيا وجيوبوليتيكيا بشكل عام يعني. وعايز أقول للدكتور أنه يعني البلاد المتقدمة والديمقراطية فيها أضعاف أضعاف هذا الرقم من الأحزاب. بنتكلم إحنا يعني الغير متخصصين في السياسة بيعرفوا عن أحزاب قليلة الأحزاب الرئيسية. الولايات المتحدة الأمريكية مثلا فيها مئات من الأحزاب، ربما لا يعرف معظم الناس سوى الحزبين الكبار، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، لكن ليس معنى هذا أن هم دول بس اللي موجودين، لأن في مئات الأحزاب موجودة على الساحة السياسية في أمريكا، ولا حق التواجد السياسي بصرف النظر عن أصفت على قد إيه في الانتخابات البرلمانية أو ما شابه. ما فيش أي شرط بيتحط من هذا النوع في أي بلد ديمقراطي في العالم، لسبب بسيط، إنه لا يفترض إن الحزب أصلاً يكون لونه وفر برلمان، بمعنى أن يكون قوي لكي يكون موجود. هو بشرط يكون موجود
لكي يكون هناك احتمال لكي يكون قوي. يعني طب الدكتور دكتور حمد اتكلم حتى عن بعض الحاجات اللي ليها علاقه بمخالفه الدستور، يعني الجزء السياسي. موضوع تاني، يعني بس عايز اتكلم الاول في فكره انه عدد الاحزاب في مصر كبير وان لازم الحزب يكون له قاعده كبيره. ما يتردد حوالين انه كبير ده غير صحيح، العدد قليل بالنسبه لاي بلد ديمقراطي في العالم، وعدد الاحزاب لا يدل بالضروره على، يعني كون الاحزاب يبقى عددها كتير ده ليس معناه ان كل الاحزاب هي رئيسيه او 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 يعني فاعله في المشهد السياسي. لكن حق الجميع من يعني في اي بلد ديمقراطي الحزب بيتشكل بالضبط. جميل، ارجع تاني للدعوه اللي اطلقها الدكتور حامد الجمل وهي فكره تاجيل الانتخابات لحين فحص كل الغلاف. خليني اقول لك بقى الفكره الثانيه، انه عدم دستوريه بعض الاحزاب مثلا على اساس ديني او مشابه، دي مساله تفصل فيها المحاكم، بمعنى انه اللي شايف مثلا ان حزب النور ده حزب ديني عليه ان يلجا للمحاكم، على حزب النور ان هو ينفي. يعني انا فاكر ان كان في بعض البلاد الاوروبيه كان في قضيه اترفعت من بعض الناس ضد الاحزاب الديمقراطيه المسيحيه بتتهمها انها احزاب تمييزيه، فالاحزاب دي يعني دخلت في قضايا، يعني هو ده اللي احنا سياق نعالج بيه الامر. طب هل توافق على تاجيل الانتخابات لحين مراجعه قانون الانتخابات والقوانين المختلفه؟ مساله ان حزب ديمقراطي مسيحي يبقى بالضروره له مرجعيه دينيه بمعنى تمييزي ولا لا، دي مساله فصلت فيها المحكمه في المانيا وفي عده بلدان اخرى. فانا عايز اقول ان ما يسري على اي بلد ديمقراطي هو نفس الفكره، ان احنا نلجا للقضاء ونشوف ايه المقصود بال 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 بالمرجعيه الاسلاميه عند هذه الاحزاب. دي نمره اثنين. نمره ثلاثه، انا رايي ان الدوله غير راغبه في اجراء الانتخابات، وشواهدي مش رايي تقديري، يعني ارجو ان اكون مخطئ، لان الانتخابات اجلت 3 مرات بوعود من الرئيس شخصيا، يعني الرئيس وعد 3 مرات بمواعيد ثم كانت ترجع الانتخابات، وبعدين لما اعلن عن جدول زمني لاجراء الانتخابات فوجئنا جميعا ان جدول زمني بيعلن بدون فتح باب الترشح، وكل القوى الاحزاب السياسيه والخبراء القانونيين واساتذتنا والدكتور الجمل وغيره من الاساتذه اكدوا بعوار بان هناك عوار دستوري في القوانين الثلاثه، سواء قانون مباشر القوى السياسيه او قانون مجلس النواب او قانون ترتيب الدوائر، ومع ذلك الدوله اصرت على اصدار هذه القوانين، واعتقد انا اسف يعني ان اقول وهي تعلم ذلك، فانتهى بنا الامر الى مره اخرى ارجاء الانتخابات. انا متصور انه لو هناك نيه او اراده لدى الدولة أو لدى السلطة لإجراء الانتخابات في موعد مناسب أو في موعد قريب مع يعني كفالة كل الضمانات القانونية والدستورية لإصدار قوانين ليس بها عوار دستوري وتوفير المناخ الديمقراطي المناسب وكذا، مفيش مشكلة. المشكلة هي مدى توفر الإرادة السياسية. يعني المسألة مش الوقت ولكن الإرادة في تقديرك. أنا بشكرك الدكتور فريد زهران القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكمان الشكر موصول للدكتور محمد حامد الجمل الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق. خبر أعتقد به مقطع واسع من المصريين وهو طرح السوفلدي المصري بالأسواق بحسب الإعلان اللي أعلنته وزارة الصحة النهاردة. نشاهد ونطرح تساؤلاتكم على الدكتور إمام واكد عبر الهاتف. نشاهد. تحت عنوان الشراكة المصرية السويسرية للقضاء على فيروس سي، عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم لإعلان طرح علاج سوفالدي بالصيدليات، والذي سيبلغ سعره 2670 جنيه للعلبة الواحدة. أما على نفقة الدولة سيطرح ب 1430 جنيه على التأمين الصحي. بنبحث عن طريقة توفير العقار بأيدي مصرية بسعر مناسب. إذا كان هناك تفاوض بالنسبة للسعر الأجنبي فلا بد ان التفاوض بالنسبه للسعر المصري، وتعهدنا يومها ان يكون هامش الربح بسيط جدا يكاد يكون غير مذكور، وان اذا كان هناك هامش ربح سيصب في علاج العديد والمزيد من المرضى. عشان كده انا موجود النهارده، فهيكون متوفر في الصيدليات اعتبارا من باكر باذن الله. ده هدف وزاره الصحه وهدف كل الاجهزه، ان احنا مريض الالتهاب الكبدي الوبائي بنحلم كلنا ان المرض ده يختفي من مصر، لان مفيش بيت في مصر ما بيعانيش من مشاكل المرض ده. في 17 شركه داخله في هذا الدواء، بس احنا ان شاء الله خلال شهر مارس هيكون عندنا حوالي 50,000 علبه في السوق، وخلال هذا العام هيكون عندنا 2 مليون علبه لعلاج حوالي 500,000 مريض، فان شاء الله في وفره وفي جوده. We'll be right back.
على الهاتف معايا دكتور إمام واكد، أستاذ أمراض الكبد والبطنة وعضو اللجنة القومية للعلاج. دكتور أهلا بحضرتك. دكتور، اولا يعني العلاج المصري او السوفالدي المصري اللي هيطرح بكره في اكثر من تساؤل حوالين فعاليته مقارنه بالدواء الامريكي المدعوم والموجود في وزاره الصحه. هو حكي الادويه اللي بتتعمل بديله للدواء الاصلي بتمر بمراحل كتير من الاجراءات التحاليل، بتتعمل على المادة الخام اللي اتعمل منها الدواء، وبتتعمل على الدواء بعد ما اتعمل بطريقة مقننة. يعني الطريقة اللي بتتعمل بيها في مصر هي نفس الطريقة اللي بتتحلل بيها الأدوية في العالم كله. كل الأدوية اللي بتتعمل مقلدة للدواء الأصلي بتخضع لنفس معايير الجودة والتحاليل في كل مكان في العالم. فالأدوية اللي اتعملت في مصر مرت بنفس المراحل من الرقابة في وزارة الصحة وإدارة الصيدلة، وعدت في نفس المراحل اللي بيعدي عليها أي دواء في أي حتة في العالم. هل ممكن بعد شوية نتكلم عن استبدال الدواء ده أو الدواء الأمريكي بالدواء المصري بشكل كامل؟ هو إذا كانوا الاثنين بنفس الجودة والكفاءة هيبقى الفارق السعر. الدواء الأمريكاني احنا خدناه بسعر، أو وزارة الصحة في مصر خدته بسعر قليل قوي قوي قوي، وبتصرفه للمرضى ببلاش. لو كان الدواء دوت هيوفر في التكلفه لوزاره الصحه فممكن استبداله تماما. حضرتك بتقول ان الاثنين ليهم نفس الفعاليه الدوائيه، مظبوط؟ اذا كان الاثنين لهم نفس الفعاليه الدوائيه اذا كان الاثنين، ولا حضرتك بتؤكد ان هما الاثنين ليهم نفس الفعاليه الدوائيه؟ انا باكد ان الدواء اللي اتعمل في مصر عدى بالاجراءات الرقابيه اللازمه لاي دواء في السوق واي دواء مقلد في اي مكان في العالم. لكن حضرتك شخصيا ما تقدرش تتاكد ان هما الاثنين ليهم نفس الفعاليه؟ غالبا هيبقى له نفس الفعاليه، بس ده اللي لازم نتاكد. جميل. طيب الفرق السعر برضو يعني الى حد كبير، رغم طبعا فرق السعر الشاسع بين الدواء الاجنبي والدواء المصري، لكن الدواء المصري بمعايير اسعار الادويه في مصر يعتبر دواء غالي رغم وجود اربع شركات بتتنافس. ليه يا دكتور؟ هيبقى في اكتر من اربع شركات، هيبقى يعني الادويه اللي او الشركات اللي واخده اذن ان هي تعمل الدواء بدائل الدواء الامريكي، ورغم كده سعر العلبه حوالي 2400 جنيه، برضو غالي، مش في متناول معظم الناس. ده سعر اولي، ده اول ما هينزلوا هيبقوا 2400 جنيه، انما غالبا الاسعار دي هتنزل سنه ورا سنه لان الماده الخام بتقل او سعر الماده الخام بيقل، والتنافس بين الشركات هيقل للسعر. حيث لو تعرفي سعر الادويه فيروس سي الامريكاني بره كام، ثمنه حوالي العلبه 28000 دولار. فلما الدواء المصري ينزل ب 2700 جنيه ده سعر قليل قوي، يعني حوالي 600 دولار اقل من حوالي 500 دولار النهارده. طب يعني ممكن احنا بعد كده يبقى عندنا قدره تنافسيه في السوق الخارجي يا فندم، بقى احنا نصدر ادويه العلاج لفيروس سي؟ في دول كتير ممكن تشتري منا، اللي ما عندهاش الامكانيات ان هي تشتري الدواء الامريكي هتشتري منه طبعا. وده ممكن ياثر بعدين على سعر الدواء ويخليه ارخص مثلا في مصر وفي متناول اكتر المريض المصري؟ ما انا بقول لحضرتك هو الدواء المصري سعره هيقل يعني سنه ورا سنه، او يمكن ما يبقاش سنه ورا سنه، يمكن اخر السنه دي سعر الدواء المصري هيقل. كل ما الشركات هتنزل دواء اكتر هيبقى في نزول في السعر. امتى نقدر نحسب ونقول ان في ان هذا الدواء ناجح؟ يعني بعد قد ايه نقدر نحكم عليه من العلاج مع الحالات؟ بعد كام حاله؟ بعد كام شهر؟ يعني بعد ست شهور من نزول السوق هنقدر يبقى عندنا نتائج الناس اللي اتعالجوا بيه ونقدر نعرف النتائج. هل هو تم تجربته بما يكفي، ولا احنا كده في مرحله نزوله بشكل تجريبي؟ هي الادويه البدائل الدواء الاصلي ما بتتجربش كلينيكيا قبل ما تنزل السوق، بيتعمل عليها تحاليل، فهو كل التحاليل اللي اتعملت على الادويه المصري بتؤكد ان هو بنفس جوده الاجنبي. شكرا جديد جزيلا للدكتور امام. الكلينيكيه لسه ما اتعملتش. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور امام واكد، استاذ الكبد بالمعهد القومي للكبد. خبر تاني مهم، وهو النهارده ان وزاره التموين ضخت 1,100,000 اسطوانة غاز، وأجهزة الرقابة بتكثف حملاتها على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع. هل ده هيؤدي إلى خفض سعر الاسطوانات والقضاء على السوق السوداء، وخصوصا أن سعر الاسطوانة وصل في بعض لدى بعض هذه الأسواق السوداء إلى 70 و60 جنيه، وما زال الناس بتعاني في الوصول إليها؟
على صعيد مرة تانية الانتخابات في النقابات المختلفة، القضاء الإداري النهاردة أيد إجراء انتخابات الصحفيين الجمعة. كانت طبعا المحكمة، محكمة الأمور المستعجلة، أصدرت قرار بوقفها وفرض بوقفها قبل أيام، لكن القضاء الإداري أصدر حكمه بأنها تعقد في موعدها يوم الجمعة القادم. لكن على الجانب الآخر، نقابة الصيادلة النهاردة محكمة الأمور المستعجلة قادت بفرض الحراسة القضائية عليها، وطبعا كان من المفترض أن انتخاباتها هتجري يوم الجمعة، وده هيكون ضمن فقرتنا الحوارية اللي هنتكلم فيها مع مرشحين، مرشح ومرشحة على منصب النقيب، وهل ستذهب النقابة في نفق مظلم وتأثير ده على العيانين وعلى المرضى في مصر وعلى صناعة الدواء. تضارب للآراء أيضا وسم النهاردة أحد الأخبار المهمة، وهو خبر الإفراج عن البنات كما يطلق عليهم، أو المتهمات في قضية مجلس الشورى والمفترض إن متظاهري الشورى والمفترض إن هم كانوا حكمهم بينقض. كان في أنباء صدرت على لسان محاميهم إن في إفراج لحين حالة الموضوع للمحكمة أو لحين الجلسة. الآراء متضاربة حتى الآن. والدة يارا سلام وهي الفنانة التشكيلية راوية صادق كانت بتتكلم على فكرة إن لسه الأخبار غير مؤكدة، في حين إن محاميهم كان بيتكلم على إن فعلا القرار صدر، وإحنا مش فاهمين طبعا إيه السر في الارتباك، في إفراج ولا ما فيش إفراج. يمكن الزملاء بيأكدوا لنا. معنا الأستاذ طارق العوضي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين. أهلا بك يا أستاذ طارق. أهلا أستاذ منى، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. هل في قرار ولا ما فيش؟ يعني والدة يارا بتقول إنها ما عرفتش أخبار لغاية دلوقتي، وممكن كمان عتبت على حضرتك وقالت إن دي أخبار غير مؤكدة. اتفضل. طيب أنا بس بمناسبة بس هذا العتاب، يعني أنا عايز أقول يعني أنا صحيت الصبح على خبر منشور في الجرائد الرسمية أو الحكومية أو الجرائد العامة من نظام جريدة الجمهورية في عدد من الأسماء، تمام، أو 120 اسم تحديدا كلهم. فرفضت اتصلت بمصادر موجودة، يعني صحفيين مهتمين بمكتب النائب العام، وتحديدا مثلا حد من وكالة أونا تأكد لي الخبر تماما وإن الأسماء صحيحة. ثم أرسلت أحد الزملاء المحامين عشان يتأكد من صحة المعلومة، فقال مش عايزين يقولوا كلام بس يقولوا الكلام اللي اتنشر في الجرايد صح، بس مش عارفين الصحفيين جابوا الكلام منين. ثم فجأة اتغير الكلام تماما ومبقاش في اي اشاره للموضوع، وقالوا لا ده اللي تم اخلاء سبيلهم ما هماش من مش من القاهره، وكلهم من شباب الجامعات في ده اللي هو القرار اللي طلع امبارح بتاع النائب العام. هو ده اللي دوت، او الاسماء دي كيف اتسربت لجريده الجمهوريه وتم نشرها برضه ما نعرفش. وايه اللي الاسماء اللي اتسربت كان ضمنها اسماء المتهمات في قضيه مجلس الشورى؟ كان 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 ضمنها خمسه من لا الشورى لا يا فندم الاتحاديه عفوا. كان فيها خمسه، وحتى لما سالنا طب ليه في ناس مش موجوده، فقالوا عشان دول مش طلبه، فالطلبه فقط هم اللي هيتم الافراج عنهم. بس يبدو ان ده جزء كبير في الموضوع، يعني واحنا يعني وقعنا في الفخ برضه ان هو العصفوره احنا نقعد نبص عليها كل شويه ونقعد نتكلم في الموضوع دوت. وللاسف انا يعني ممكن اكون اخطا طبعا لما انا اعلنت تاكيد، لكن ده تاكيد وفق مصادر برضه كانت موثوق فيها في هذا التوقيت. طبعا استاذه راويه اللي هي والده يارا طبعا لازم يعني تستحق اعتذار مني شديد جدا، يعني عن ان انا اكدت المعلومه للاسف، يعني مش بس نشرتها كمان يعني. شكرا جزيلا استاذ طارق العوضي، عضو لجنه الدفاع عن متظاهرات او متظاهري الاتحاديه، وهو بياكد دلوقتي ان لا توجد اي معلومات يمكن التعويل عليها حوالين قرار الافراج عنهم من عدمه، بعد ما كان القرار في حكم المؤكد صباح اليوم بحسب ما وصله. الحقيقة إن إحنا وإحنا بنتابع طبعا المشهد السياسي المصري حريصين إن إحنا تكون عندنا كل أطياف المشهد السياسي. يمكن إحنا بنحاول إن إحنا نفتح كمان ملفات أخرى لموضوعات على اهتمامات الناس، ويمكن من أبرزها موضوع وجود داعش على الساحة، وهل بعض التيارات الدينية الموجودة في الساحة بتغذيها ولا تقدر تحاربها. وده كان عنوان الموضوع اللي طرحناه امبارح، وايضا حاولنا ان احنا نطرح البعد النفسي، هل الشباب ايه اللي بيجذبهم في مثل هذه التيارات، وعملنا مناقشه هادئه واعتقد انها كانت عميقه وممكن كمان تكوني انا شخصيا استفدت منها. وكان معايا ضيفين كريمين، دكتور طبيب نفسي دكتور صبحي، دكتور صبحي
أستاذ علم النفس الاجتماعي، وكان معي على الجانب الآخر ممثل عن التيار السلفي أو الشباب السلفي، هو بيحب يقدم نفسه طبعا باعتباره قيادي باسم حزب النور، لكن طبعا كنت بخطبه باعتباره يمثل هذا التيار فكريا على الأقل، هو الأستاذ نادر بكار، وأعتقد أنه حظي بفرصة لطرح أفكاره بشكل جيد. طبعا الحقيقة بشكر حزب النور أنه اهتم بعد كده أنه يضع على لجنته الإعلامية هذه الندوة على موقعه، لكن ظهرت ازاي على موقع حزب النور؟ بعرض هذه الصورة امام حضراتكم بدون اي تعليق. نشاهد. في قاعدة بتقول ان السلوك مرآة الفكر، بمعنى ان كل مقدمة لها نتيجة. ايه اللي يخلي انا بحترم رأي اي حد، بس لازم عشان يبقى رأي مقنع لازم يكون له مستند بيستند اليه. انا عشان احكم على حضرتك او احكم على تياري او على حزبي، في مواقف سابقة وفي مواقف حالية وفي افكار ومبادئ، الخليط بتاع الثلاث نقاط دي اللي ممكن اقول بيه في المستقبل هتعملوا ايه. لو ان حد عايز يتجاوز المواقف السابقه سواء للدعوه السلفيه اللي انا هنا ما بتكلمش باسمها، انما بتكلم باسم حزب النور، انما لو حد عايز، انا بتكلم حضرتك باعتبارك ممثل للشباب السلفي قبل اي حاجه، ما فيش اشكاليه، بس انا عشان اضبط المساحه دي يعني. انما لو حد عايز يحكم على هذا التيار السلفي مستقبلا انه الان الخليه مثلا نائمها لداعش وقابل للتحور بعد كده لطور داعش، فأنا بقول له أنت عايز تغفل مواقف سابقة بقالها 40 سنة، وعايز تغفل مواقف حالية، وعايز تغفل دور شباب على الأرض ودور قيادات، براحتك، بس في النهاية هيبقى حكمك غير موضوعي. داعش نفسها، علشان نبقى احنا بنتكلم كلام علمي برضو اتسق فيه مع كلام الدكتور، لو احنا حللنا نسبة المنضمين اليها كم عددهم من مصر، لو احنا بنتكلم على مصر تحديدا اللي فيها حزب النور والدعوة السلفية اقل القليل، ثم نتكلم على العناصر اللي راحت وانضمت لداعش. انا قبل ما اتكلم على العناصر، حضرتك ذكرت نقطة مهمة وقلت اغفال النتائج والمقدمات. النقطة دي تحديدا البعض بيشير الى الاشتراك الفكري في افكار بعينها ليها علاقة برؤية العالم، لها علاقة بالموقف مثلا من الأقباط، من المرأة، من أشياء كتيرة جدا. ويمكن حتى الفيلم، يمكن شفتوا اللي عملته نيويورك تايمز، استشهدت بدرس لأبو إسحاق الحويني وهو بيتكلم فيه عن فكرة أن الشاب الذي يقابل فتاة منتقبة لا ينظر إليها ولا يكلمها ولا يرى وجهها لكنه بس بيحبها في قلبه، أن هذا زنا، إغلاق كل المجال. وهم شافوا أن داعش تشترك مع التيار السلفي في هذه الأفكار. لا، هو تشترك في إيه؟ إذا كان داعش نفسها يبقى إحنا نبص على الأدبيات. هو من حسن الحظ هنا أن إحنا بنتكلم على تنظيم إلى حد كبير بلا أدبيات. طبعا بدون اي تعليق انا بشكرهم على نيو لوك، لكن بطرح على حضراتكم السؤال، هل وجدتم اي تناقض بين الكلام اللي قاله الاستاذ نادر بكار وبين الصوره التي ظهر عليها البرنامج ومقدمته على صفحه حزب النور فيما يتعلق بالموقف تجاه المراه وتجاه اشياء كثيره في رؤيه العالم؟ بدون تعليق. برجع مره ثانيه لموضوعنا النهارده اللي هنناقشه، موضوع انتخابات ووقفها، هل بتاثر على الحياه السياسيه؟ هل بتاثر على حياه الناس؟ كون ان في نقابه للصيادله او ما فيش نقابه للصيادله، ممكن ده يساوي ايه لدى المواطن العادي؟ اسئله بطرحها على ضيفي المتنافسين على مقعد النقيب في انتخابات لم يحسم مصيرها حتى الان بعد قليل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه واحنا بنعد لهذه الحلقه كان يفترض ان احنا بنتكلم عن انتخابات ستجرى يوم الجمعه، لكن ما حدث اليوم من حكم لمحكمه الامور المستعجله جعل نقابه الصيادله تدخل في نفق الحراسه، هل سيترتب عليه الغاء هذه الانتخابات ولا اجراءها في موعدها؟ والسؤال ان ليه وضع النقابة تحت الحراسة؟ مصير هذه الانتخابات؟ وهل بالفعل الانتخابات النقابية دلوقتي أصبحت أو عادت مرة تانية لتصبح ساحة للصراع بين الأحزاب السياسية المختلفة؟ هل الإخوان المسلمين بيستعدوا للعودة عبر بوابة النقابات كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير؟ أسئلة بطرحها على ضيفي. والحقيقة أنا حابة أشيد بالأجواء الإيجابية والمجاملة اللي كانت بين ضيفي رغم أنهم بيتنافسوا على مقعد
بعد النقيب وما اعرفش هذه المجاملات تستمر لاي درجه بعد بدايه الحوار. من بين 8 دكاتره بيتنافسوا على مقعد النقيب بيشرفني في الاستوديو الدكتوره سعاد حموده امين نقابه صيدله الاسماعيليه والمرشحه لمنصب نقيب الصيدله، والدكتور محي عبيد المرشح ايضا على مقعد نقيب الصيدله. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا بك. اولا عايز اسمع تعليق سريع من حضراتكم وابدا بالدكتوره من حوالين الحكم النهارده بوضع النقابه تحت الحراسه. طب مبدئيا بس انا نقيب صيدله اسماعيليه. اهلا وسهلا. نقيب أهلاً. منتخب. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. طبعا احنا كلنا فوجئنا النهارده بحكم القضاء المستعجل بوقف هو مش وقف هو فرض الحراسه على النقابه، والحكم كمان معايا ان تعيين حارسين قضائيين واختيار 5 صيادلة من الصيادلة النقابيين الكبار السن لإدارة النقابة وعلى ان يتم الانتخابات بعد 6 أشهر. اللي احنا مستعدين للانتخابات والمفروض ان احنا داخلين الانتخابات. انا عايزة بقى اطمن حضرتك واطمن كل صيادلة مصر ان الانتخابات ستجرى يوم الجمعة القادم ان شاء الله. النقابة اللجنة العليا للانتخابات اجتمعت من حوالي 2 ساعة وقررت استكمال الانتخابات. النقيب الصيادلة نفسه ازاي استكمال الانتخابات هيعملوا استشكال بكرة او بعده، والقضية لم تتطرق. طب إلى استشكال ما هو ممكن الاستشكال يرفض. احنا واخدين قرار في قضية رفعت قبل كده، وعايز اقول انها كانت المحامي اللي رفع القضية او يعني القضية كانت من قبل على ما قيل يعني ان هي كان صيدلة اخوان رافعين قضية بوقف الانتخابات وفي مجلس الدولة. ومجلس الدولة ادانا حكم لصالح النقابة وصالح المرشحين، وتم بيه قال ان جميع الاجراءات التي اتخذت خلال فترة قضية الحراسة السابقة بطل. كانت صحيحة. لا تصرف المجلس كان صحيح في اعلانه، لان القانون بيقول بينص على ان يتم فتح باب الترشح في شهر ديسمبر من كل عام. ده قانون، وان على ان تجرى الانتخابات في شهر مارس. فما فعله مجلس النقابه الحالي ان هو نفذ القانون. كان التنفيذ ده اثناء فتره الحراسه برضو، كان اثناء قضيه الحراسه. لكن حضرتك متفائله وشايفه ان الاستشكال هيقبل وان الانتخابات هتجرى يوم الجمعه. احنا كده كده هنروح كلنا كل صيادله. ازاي هتروحوا كلكم لو ما فيش لو في لو مساله تحت الحراسه ازاي هتروحوا؟ الحراسه فرضت قبل كده، تم رفع الحراسه اكتر من 4 مرات، ودي يعني انا ما بعتبرهمش صيادله، دول ضد مهنه الصيادله، دول ضد كل صيدلي حريص على المهنة. من يلجأ إلى رفع الحراسة يطلب الاستيلاء على الحراسة بطرق ملتوية. نحن إن شاء الله جميع الصيادلة سيحتشدون وإن شاء الله يحصل مشاركة. إزاي جميع الصيادلة سيحتشدون؟ الحقيقة فندم كان في شكاوى، بعض الناس كانت شايفة أنها انتخابات سرية وما فيش تم الإعلام عنها بشكل كافي. الانتخابات تم الإعلان عنها وتم فتح باب الترشح أكثر من 10 أيام وأعلنت عنها في الجرائد الرسمية. ترشح لها أكثر من 600 صيدلي على المقاعد المختلفة. الصيادلة يعني عندهم وعي عالي جدا أن من يطلب الحراسة يطلب الاستيلاء على النقابة، ونحن وراءهم ولن نسمح أبدا لرافعي الحراسة أن يتركوا هكذا. وسوف إن شاء الله لو يعني قدر لي أن أكون على رأس هذه المهنة سوف أقوم بحسابهم حساب عسير. يعني قبل ما ندخل في حضرتك هتعمله لو بقيت نقيب، أنا بحاول أفهم بشكل عام الأول مين اللي رفع القضية وطلب بإدخال النقابة تحت الحراسة وليه؟ تم رفعها من عدد 2 صيادلة، الـ2 صيادلة دول مدفوعين من القوى الخفية اللي حضرتك أشرت إليهم. وطبعا هم مش عايزين العرس الديمقراطي الانتخابي يتم على خير. طيب أنا بس ليا ملحوظة إن في الفترة السابقة كانت هذه النقابة تدار بمعرفة أعضاء إخوان. هل حضرتك بتتهمي برضو اللي رفعوا القضية بتاعت الحراسة لأن هم إخوان؟ لا لا لا، هم مش إخوان. طب ما إيه الغرض من فكرة وضع النقابة تحت الحراسة؟ أسيء إدارة النقابة، يعني تم إدارة النقابة بشكل سيء لدرجة أن لما حدث انتخابات في 2013 ودخل 10 صيادلة مستقلين
اكتشفوا ان في هناك مخالفات موثقة من الجهاز المركزي وفي ملاحظات إدارية على أداء هذا المجلس. وبناء عليه تم تقديم عدة بلاغات وأنا اشتركت في هذه البلاغات. تم بقى في قضية الحراسة لم يتم تدارك الأخطاء السابقة. وبالتالي أعطوا فرصة. أولا من حق أي صيدلي مصري أو أي إنسان أنه يلجأ إلى القضاء. تمام. بس في نقطة التقاضي مكفول. حق التقاضي. وإحنا زملائنا بيعملوا دلوقتي على إن هم يجيبوا لنا الزملاء حضراتكم اللي رفعوا قضية الحراسة عشان نفهم دوافعهم إيه. لا ننكر إن ضمن أعضاء نقابة الصيادلة في صيدلة إخوان ومحسوبين على الطيار الإخوان، وده كان يلجأ بعض الناس إلى تشكيك في قرارات المجلس لوجود الجامعات الإخوان، وإن النقابة مسيرة وموجهة إلى استيلاء هذا الفصيل على ما زالوا مسيطرين. هم اللي ما زالوا مسيطرين. أقلية هم اللي مصلحتهم دلوقتي إن هم يوقفوا الانتخابات. يعني أنا هقول لك حاجة، هم مصلحتهم يتواجدوا داخل النقابة، يعني استمرار وجودهم داخل النقاب. وطبعا الحراسة لما هتيجي هتستبعدهم وهتستبعد معهم المستقلين اللي تم انتخابهم وبقى لهم حوالي سنتين، فضل لهم سنتين. يعني ممكن يكون اللي رفع قضية الحراسة شخص يخشى أن يكون هو هو يعني معلش، عشان دول زملاء لينا وأنا يعني ولهم حق التقاضي. إذا لم يكن هناك أخطاء واقعية ملموسة، أنا أثق تماما في القضاء المصري. القاضي تم وضع أمامه أخطاء معينة. في حيثيات للحكم. يعني لجأ إلى يعني القاضي مش هيحكم بالحراسة بدون يعني. بدون. أنا برضو عايزة أفهم تاني ليه زملاء حضراتكم أخذوا مجلس النقابة للحراسة ورفعوا هذه القضية، وأنا معايا على الهاتف الدكتورة صفاء عياط، هي واحدة من الصيادلة اللي رفعوا هذه الدعوة لإيقاف الانتخابات ووضع النقابة تحت الحراسة. يا دكتورة صفاء أهلا بيكي. أهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. رفعت القضية دي عشان حضرتك إخوان ولا رفعت القضية دي عشان إيه يا فندم؟ أنا رفعت القضية دي تالت دعوة حراسة أنا أشترك فيها، لأن زي ما الدكتورة سعاد اتكلمت مع حضرتك احنا حاولنا نغير ونزيل الإخوان بالتجديد النصف السابق في 2013 وهي قالت لحضرتك ان في 10 من الصيادلة دخلوا كانوا طيار مدني. عايز اقولك الطيار المدني ده حضرتك منهم بالأسماء، الدكتور هيثم عبد العزيز دون سلفي وله مخالفات كتير جدا في الإدارة العامة للصيدلة. برضو انا بتحفظ على اي اتهامات توجه لأي حد في غيابه من غير ما يكون لي حق الرد. أيوة، في جريدة الأسبوع اللي فات أقدر أوضيها لحضرتك. يعني في النهاية برضو ما فيش حكم قضائي. فضلي. نعم؟ ما فيش حكم قضائي بيدين حد، فأنا بتحفظ على أي تهمات توجه لحد. الدكتور أحمد فاروق حزب مصر القوية. بعد إذنك يعني بدون داعي لذكر الأسماء. يعني ما فيش داعي لذكر الأسماء وتوجيه التهمات. نحدد أشخاص. أوضح لحضرتك إن هم أولاً مش طيار مدني، هم إخوان منشقين وموجودين، زائد إن في بالفعل ناس إخوان موجودين في المجلس في التجديد النصفي، يعني ضحك علينا إحنا انتخبناهم على إن هم مدني واتضحك علينا في الموضوع دوت. ما علينا. عدينا المرحلة السيئة دي وقلنا يا جماعة لو سمحتم احنا عاوزين انتخابات على كل المقاعد بعد 30 يونيو. احنا عندنا في شهر 8/2013 النقيب بتاعنا الحالي الدكتور محمد عبد الجواد عمل مؤتمر صيادلة ضد الانقلاب، وده موثق بالفيديو بالأوراق وبكل حاجة ان سيادته ولا زال حتى الآن يعتبر ان اللي حصل انقلاب وان اللي موجود حكومة انقلابية. كل ده برضو احنا استثنيناه في الدعوة الثالثة اللي احنا لجأنا ليها النهاردة، واعتمدنا على المخالفات المالية اللي موجودة الجسيمة اللي فيها إهدار مال عام. طب يا دكتورة صفاء السؤال هنا، انت دلوقتي حضرتك مستندة على فكرة ان المجلس الحالي بيسيطر عليه الإخوان والمقربين منهم. انا قلت لحضرتك اتنزلنا عن الفكرة دي واعتمدنا على المخالفات المالية اللي الدكتورة سعاد حضرتك. جميل جميل. ليه تسرع بوضع او الدعوة لوضع النقابة تحت الحراسة ما دام في انتخابات هتجرى؟ يا فندم الدكتورة سعاد شخصيا عملت جمعية عمومية في 28/12/2013 عشان تسحب الثقة من الأمين من النقيب والأمين العام للنقابة، ولم تتمكن من عقد هذه الجمعية. احنا لم نتمكن من محاسبة هذا المجلس لا بجمعيات عمومية ولا بالقضاء حتى وقتنا هذا. فانت خايفة يا دكتورة ان الجمعية العمومية ما تنعقدش يوم الجمعة وما تحصلش انتخابات وبالتالي يظل المجلس ده لا يا فندم الجمعية العمومية هتنعقد
انت عارفه الجمعيات العموميه للصيادله بتنعقد بكام صيدلي؟ يعني احنا 200,000 صيدلي، عارفه الجمعيه العموميه بتاعتنا كام؟ 500 يا فندم. يعني طب ما ده، وهل ده معبر عن جموع الصيادله يا دكتوره؟ مش معبر، لان القانون ما هو ده عوار في القانون النقابي يا فندم. طب انا برضو بسالك تاني عشان انا بحاول افهم انا والساده المشاهدين، حضرتك شايفه ان في جمعيه عموميه هتنعقد، لديك اعتراضات على مجلس النقابه الحالي وعلى النقيب والاسباب مختلفه، الحل هو وضع النقابه تحت الحراسه ولا اجراء انتخابات تاتي بال بعد يومين؟ بعد يومين. لا لا ده لا مفر من هذا الدواء المر اللي احنا كصيادله. يعني مفيش ليه لجاتي للقاضي لوقف الانتخابات ووضع النقابه تحت الحراسه؟ ما هو انا بقول لحضرتك لا مجال لانتاج مجلس نقابي معبر عن جموع الصيادله في ظل وجود هذا المجلس الموجود حاليا ويدير الانتخابات القادمه. اي كان مفيش فرصه يا فندم، لا مجال. طب هل الحراسه دي هيترتب عليها الغاء الانتخابات ولا ان الحراسه هي اللي هتجري الانتخابات؟ دلوقتي الانتخابات لو تمت هتتم من غير ذي صفه وسيتم الطعن عليها وهتكون باطله. هذه الانتخابات لن تجري، بقول لحضرتك وباكد لسيادتك. يعني الدكتوره سعاد والدكتور محي بياكدوا انها ستجري في موعدها. هتجري ان شاء الله ويتم دعوه المستشار القانوني وترجعي له هيقول لسيادتك ان دلوقتي هيكون تطاول وتجرؤ على القانون. لان ده قرار حكم من المحكمه الامور المستعجله بصيغه تنفيذيه وواجب النفاذ. طيب الدكاتره هيستشكلوا من المجلس الحالي؟ الدكاتره هيستشكلوا؟ الاستشكال يوقف التنفيذ. الاستشكال يوقف التنفيذ ونعود مره اخرى الى كان الحكم لم يكن. يعني طيب برضو السؤال هنا دكتوره صفاء، يعني انت مستقبل اللي تتوقعيه لنقابتك انها تفضل تحت الحراسه لغايه امتى لو مش هتجرى انتخابات؟ هو الحكم حدد اصلا مده، يعني الزم الحراس القضائيين واللجنه الجمعيه عموميه طارئه لتحديد للدعوه للانتخابات في خلال 6 شهور من بعد الاستلام والتنفيذ. طيب انا بشكرك. طيب دكتوره عايز اسالك على حاجه يا دكتوره. انت حضرتك رفعتي دعوه كم مره؟ 3 مرات يا فندم، ولو التزم الامر ارفعها عاشر هرفعها عاشر، ولن اترك هذا المجلس. وصدر قرار الاستئناف بعدم قبول فرض الحراسه كذا مره، دي الرابعه وحضرتك دي الخامسه. وانصفنا القضاء لثالث مره لانه اقتنع باهميه الورق المقدم ليه. حضرتك مش شايف ان القضاء لو شايف ان الورق اللي قدامه مليان، خصوصا ان اخر 2000 جمعيه ميزانيه 2013. طب انا برضه عايز اسالك يا دكتوره، نفرض ان الاستشكال اتقبل وجريت الانتخابات في موعدها، الموقف ساعتها اللي حضرتك هتاخديه والناس اللي ضد مجلس النقابه الحالي، هل هيكون المقاطعه ولا هتشاركوا تدعموا زملائكم اللي مش محسوبين على التيار اللي انتم بترفضوه؟ يعني ايه ساعتها هيكون البلوره؟ احنا عندنا 8 مرشحين على مجلس النقيب، منصب النقيب. اتفضلي. في نقطه اضيفها لساعتك دلوقتي، بتقولي ايه الجديد في الدعوه الثالثه اللي انت رفعتيها؟ يا فندم دلوقتي الجهاز المركزي للمحاسبات مثبت مخالفات جسيمه على هذا المجلس الذي يدير هذه الفتره، خلاص؟ تمام. معايا حضرتك؟ معاكي. يا فندم ده في ابسط حاجه اقولها لحضرتك، المندوب اللي موجود تابع لجهاز المركزي للمحاسبات داخل النقابه تم تحطيم مكتبه وسقطت اوراق هامه من مكتبه بمعرفه الامين العام للنقابه اللي موجود حاليا. وهو مقدم بلاغ في للنائب العام ومثبت ومستمر حتى الان. شكرا يا دكتوره صفاء. دكتوره صفاء عياط اللي رفعت الدعوه اللي بموجبها تم فرض الحراسه النهارده على نقابه الصيادله، واللي ضيفي المتنافسين على مقعد النقيب شايفين انها ستوقف وان الانتخابات هتجرى في موعدها. المناخ اللي شرحته الدكتوره صفاء ده، هل هو مناخ مناسب فعلا لاجراء انتخابات؟ احنا مش حكايه مناسب مش مناسب. انا عايز اقول حاجه. اتفضلي. النقابه جزء من الوطن، جزء مؤسسه هامه جدا من مؤسسات الدوله، تحتاج الى الرعايه، وزي ما موجود في مصر اضطرابات واختلافات والى اخره، موجود برضو نفس الامر في النقابه. احنا كلنا كنا معترضين وما زلنا على أداء النقابة، سواء من التيار الإخواني أو من بعض المستقلين اللي موجودين حاليا داخل النقابة. لكن قلنا أن الحل هيكون هو الانتخابات، والانتخابات بعد يومين، فما جدوى هذه الحراسة؟ هل هي كلمت الدكتورة على أن مناخ مش مناسب لإجراء الانتخابات؟ في 12 ما زالوا موجودين في النقابة.
هي وجهة نظرها ان ندخل على ال 24. طب ما ندخل بال 12 اللي معانا دلوقتي والنقيب ونحاول ان احنا نعمل شكل من اشكال مناخ جيد لاداء جيد في الفترة القادمة لغاية السنتين ما يعدوا، وهينتخب 12 تانيين في بعد سنتين. فإذا نحاول بقدر الإمكان إن احنا نبتعد عن هذه المشاكل والحراسة، والحراسة أصلا يعني هي الحراسة عاملة زي ما يكون أولاد بيحجروا على أبيهم علشان خاطر بيسرق، يعني السفه في الصرف بالنسبة للأب. طيب دكتور، أنا عايز أسأل دكتور محي هنا، إذا كنتم ما قدرتوش تقنعوا زملائكم اللي بيقفوا معاكم في نفس الخندق وبيقاوموا نفس المجلس اللي أنتم مش معجبين بيه ونازلين في الانتخابات ضده، يبقى ازاي هتقنعوا بقيه جموع الصيادله، وخصوصا ان في 8 تختلف مشاربهم وبعضهم في نفس الخندق الحقيقه من الناحيه الفكريه؟ احنا طبعا انا ما فيش اختلاف خالص من المجلس الحالي ال 12 الموجودين، وانا شايف ان هم بيتمتعوا بحياديه. ده من وجهه نظري. احنا مختلفين مع الدكتوره صفاء. انا كل واحد ليه رايه، يعني انا يعني ارى ان المجلس الحالي يتمتع بحياديه، ما فيش اي حد فيهم بيوجه الانتخابات من وجهه نظري. كله بيقف يعني واقف على نفس المسافة من جميع المرشحين، لم يتدخلوا في العملية الانتخابية، لم يعني التيار المحسوب على التيار الإخوان يعني الغالبية لم تتقدم في الانتخابات، ما عدا مرشح مستقل في اتنين. اتنين مدعومين من الاخوان على مقعد النقيب. اتنين موجودين، وفي نقابات فرعيه مدعومه، ولكن جموع الصيادله هي من تختار، ولها احنا بنتعامل مع عقليه دكتور ويعني يثق في اختياراته وقادر على بس نفس العقليه دي هي اللي انتخبت مجلس مسيطر على الاخوان، سواء في نقابه الصيادله او في نقابه الاطباء او في غيرها من النقابات، وكان في وقت من الاوقات سيطره اخوانيه على النقابات كلها تقريبا. انا بأراهن على ان شباب الصيادله هيطلعوا هيكتسحوا الانتخابات، وانا ثقتي في شباب الصيادله ثقه كبيره جدا، وأنا قلبا وقالبا ضد الحراسة وضد من فرض الحراسة وضد من رفع الحراسة، ويجب بكل سبل النقابة أن تتوجه برفع دعوة قضائية أمام من يعيق هذه العملية الانتخابية. طب انا برضو عايزه اسال انا دكتوره، يعني بعض الناس اللي بتشاهدنا ممكن تيجي يبقى لها سؤال، طب ليه الاخوان، يعني طبعا باعتبار ممكن الناس تكون ذاكرتها مش متذكره ايه اللي كان بيحصل قبل 2010، ليه الاخوان ممكن يهتموا بالذات في الوقت السياسي ده بالسيطره على النقابات، وليه وعلى نقابه الصيادله هتستفيد ايه؟ انا عايزه اقول نقطه كمان. من مصلحه الاخوان اثاره القلقله في المجتمع، صح، واثاره الفوضى، ان تستقر النقابه وتهدأ وندخل في انتخابات هادئه ونشكل مجلس قرص انتخابي، ده ضد ارادتهم وضد توجههم، دي واحد. اتنين، ان هم لهم مصالح وما زالوا موجودين في المجلس. انا مختلفه مع الدكتور في لا موجود في هذه موجود في حدود 4 بس هم خلاص في التجديد النصفي، يعني معلش انا عايز اقول لك رايك، بس مع راي الدكتوره صفاء، الدكتور كل واحد ورايه، اتفضل دكتوره صفاء. يعني لما يكون في اتنين اصلا مرشحين قبل كده مع الاخوان، وفي واحد كان اخواني وقاعد في 4 وبيقول دلوقتي بيدعي ان هو غير اخواني، لكن هو ما فعله اثناء الترشح قبل فتح باب الترشح شيء فظيع. يعني الدكتور محي، يعني انا برضو عايز اسال، يعني عايز اقول لك المساله ده سباق انتخابي، ممكن زمايل حضرتك يقولوا انك بتدعي على احنا عندنا اشكاليه. لا انا ما بدعيش على حد، ما بذكرش اسماء، في اشكاليه كبيره جدا ان الاعضاء الموجودين حاليا اللي هم العشرة المستقلين فيهم ناس منتمين للاخوان، وفيهم جزء منهم عايز يشكل المجلس الجديد كيفما يشاء، فعمل دعوة لزملاء لينا على مقعد النقيب مثلا لتفتيت التيار المدني لصالح مين؟ لصالح المدعم. يعني أنا لما فتت التيار المدني اللي هو داخل مستقل داخل ملوش أي انتباه، طب يعني التيار المدني ما قدرش يجمع نفسه ويتفق على مرشح أو اتنين، ما هو في إغراءات، ما في إغراءات، هو تمام. لما المجلس اللي موجود داخل النقابة اللي هم موجودين اللي هيستمروا السنتين دول يروحوا النهاردة يقولوا للصيدلي تعالى إحنا ضامنين ليك إنك هتبقى نقيب، وفي نفس اليوم يروحوا لواحد تاني يقولوا له تعالى عشان تبقى نقيب وإحنا هندعمك، فده طبعا تفتيت للتيار المدني، وبالتالي التجربة في الآخر هنفاجأ، لأن طبعا كتلة الإخوان ثابتة.
ومعروفه وبالاس ام اس بيحركها هيبعتوا لهم يقولوا لهم الصبح تدوا لفلان لكن التيار المدني مفتت. هل ده اللي خوف بعض الناس؟ معايا على الهاتف الدكتور محمود عبد المقصود امين عام النقابه السابق وهو احد رافعي القضيه وهو احد رافعي القضيه اللي ادخلت النقابه في تحت الحراسه. دكتور في وجهتين نظر هنا. دكتور وجهه نظر عبرت عنها دكتوره صفاء وقالت ان الانتخابات لن تجرى في حين ان ضيوفي في الاستوديو مصرين ان الاستشكال سيقبل وان الانتخابات ستجرى وان ده لمصلحه النقابه بشكل افضل. اتفضل حضرتك دكتور. بس ده راي القضاء. دكتور انا مش سامعه حضرتك يا ريت الصوت لسه واصل الاستوديو. انا بقول لحضرتك لو بالنسبه لحكم الاستشكال ده هيبقى اللي هيصدره قاضي واحنا لا نتدخل في احكام القضاء. تمام اتفاق حضرتك فاللي يصدره القضاء احنا راضيين بيه. ايوه لكن لماذا لم يتم الاتفاق بينكم وبين زملائكم وبدل الكلام عن وضع النقابه تحت الحراسه تكوين جبهه انتخابيه قويه والوقوف وراها؟ انا كمل لحضرتك. اتفضل. احنا اخر انتخابات اتعملت انتخابات جرت في سنه 2013 وانتخابات جرت في سنه 2011 اللي حضرها نقدير عن 7% من الصيادله المسجلين في النقابه. الاخوان كانوا مصرين على عمل لجان جماعيه، يعني القاهره فيها لجنه واحده. كل صيادله في القاهره يروحوا في لجنه واحده في مدينه نصر. خدت بال حضرتك؟ لن يتمكن من الذهاب اليها الا من ياتوا له بالاتوبيسات وهم الاخوان. ياتونا بالاتوبيسات لاتباعهم ينقلوهم للمقر بتاع القاهره. في حين ان بقى الدكاتره ممكن الناس تكسل ما تروحش. يروح وده بيحصل. وما زال دلوقتي. خدت بال حضرتك؟ ده نمره واحد. نمره اثنين ان في محافظات زي محافظه المنيا او محافظات الصعيد عموما طولها محافظات طوليه طولها 200 كيلو متر للمحافظه بيتعمل المركز الانتخابي في 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 مركز المحافظه عاصمه المحافظه ما حدش يقدر يروح من المراكز الاخرى الا المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين اللي بتاخدهم. ايوه بس الوضع اللي حضرتك بتتكلم عنه لو طردنا ان هو وضع دقيق لهذه الدرجه، ما هو معناه ان بقيه الصيادله متنازلين عن حقوقهم، معناه ان الاخوان هيفضلوا مسيطرين على اي انتخابات تجرى في النقابه في اي وقت. حضرتك عندما دعوا للانتخابات الاولى سنه 2011 وعملوا اجتماع هيئه مكتب ووقتها الامين العام سال هنعمل الانتخابات في كل مركز زي ما كنا بنعملها ولا في المحافظه؟ فالنقيب قال له انت عايز تعمل انتخابات ولا عايز تنجح؟ فقال له لا انا عايز انجح. قال له خلاص لو عايز تنجح يبقى نعملها في مركز كل محافظه. طب تمام. يعني ليه حضراتكم بدل ما تتكلموا عن رفع فرض الحراسه ما قاومتوش الوضع ده وحطيتوا قواعد جديده للانتخابات داخل البيت؟ داخل البيت. لكن هم كانوا اللجنه اللي عاملينها اللجنه الانتخابيه اللي عاملينها من المحسوبين على الاخوان تابعه ليهم بتنفذ طلبات. طب هل الوضع ده لازال قائم دلوقتي؟ يعني لو اجريت الانتخابات يوم الجمعه حتى الان احنا نفسنا احنا كنا واقفين. انا اختار نفذت مع العشره اللي نفذوا المره اللي فاتت تفذت معاهم الجمهوريه عشان ينجح واستطاعوا ان هم يغروهم باشياء. طيب برضه مره ثانيه وانا يعني خارج هذه النقابه وبسال كمشاهده وكمواطنه، مش الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بيفترض ان الصيادله ما هماش بالحرص الكافي على نقابتهم ولا عايزين يعني ولا هممهم موضوع مجلس النقابه وبالتالي المهتمين بينجحوا؟ هذا ما استغلوا الاخوان في طول السنين ان المصريين كلهم غير حريصين على تاني. ما انا بسال حضرتك يعني ليه يعني هل الافضل ان انا استثير حرص الصيادله على ان هم يبقى عندهم مجلس نقابه قوي ما حدش متحكم فيه؟ برضو عاملينها خدوا منهم هذا الفكر حتى العشره اللي دخلوا اقتنعوا بالفكر ان يتعمل مركز انتخابي في كل محافظه. تاني مره تانية بسال حضرتك الكلام اللي بتقوله يدين بقيه جموع الصيادله ويدين النقابه لان معناها لو ان الصيادله شايفين النقابه مهمه ليهم كانوا قتلوا عشان خاطر يبقى في مجلس قوي. يا استمر على راس لا يستطيع ان هو يعمل اللي هو عايزه. انا عايز اشوف اخواننا الاخت والاخ السعيد دول والاولاد الانتخابات يوم الجمعه عايز اشوفهم يوم السبت. وربنا يسهل.
طب حضرتك خليك معانا يا دكتور محمد، وانا عايز اسمع وجهه نظر الدكتوره صفاء والدكتور محي، وهبدا بالدكتوره سعاد. دكتوره سعاد عفوا. اللي هينجح قائمه الاخوان ابدا يا دكتور. ابدا. طيب هل السؤال هنا ان انا عشان عندي مخاوف من نجاح الاخوان بدل ما اواجههم على صندوق الاقتراع، بالذات في ظرف سياسي زي ده؟ في 8 مترشحين منهم واحد اخوان وسبعة غير اخوان. الاصوات المدنيه ستتفرق على السبعة، والاصوات الدينيه ستجتمع على واحد. خليك معايا يا دكتور اسمع ردك يا دكتوره سعاد. اتفضلي. هو دكتور محمود بيقول جزء من الحقيقه. احنا طلبنا ان يبقى الانتخابات في المراكز عشان الصيادله، يعني مش معقوله صيدلي هيسافر ساعه او ساعتين عشان يوصل لمركز المدينه علشان ينتخب. فهم رفضوا النقطه دي علشان عايزين تكتل معين هو اللي ينجح. مين اللي عايزين دلوقتي؟ التيار بقى المفروض انه مستقل، عايز يجيب اعضاء معينه يقدر هو يسيطر عليهم وهو يتمتع بهيئة المكتب لوحده. يعني بيستغل نفس تكنيك الإخوان زي ما عملوا الإخوان قبل كده. النهاردة نص التيار المستقل بيعمل نفس القصة، فهو أصاب جزء من الحقيقة. لكن أنا 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 براهن على صيادلة، على الصيادلة الشرفاء اللي موجودين في القرى وفي النجوع هينزلوا. وأنا لفيت الجمهورية دكتورة يا فندم، لفينا أنا وزمايلي كلهم، رحنا جميع المحافظات. صيادلة عايزين تغيير، الصيادلة للأسف مش حاسين بدور حقيقي لهذه النقابة من 20 سنة اللي فاتت، وبالتالي ما هماش مقبلين. ما هو أنا أقبل على عملية انتخابية وأنزل من بيتي واروح اختار. بس النقطه اللي قالها برضو دكتور، نقطه تفتيت الاصوات دي، وخصوصا ان في كتله أيوة ساكته بتفتت. انا هعمل ايه يعني؟ انا واحده، انا عن نفسي انا نقيب صيدله اسماعيليه حالي، وليا خبره نقابيه وقانونيه وعمل نقابي من عشرات السنين، ودخلت على اساس ان انا شايفه ان ده مكان يجب اصلاحه. دخل قصادي منافسين، هل انا هطلب من المنافسين ان هم يسيبوا الانتخابات؟ لا، لكن انا هطلب من الجموع الصيادله ان هم يختاروا، لان حضرتك لو تقدمت ممكن من جموع الصيادله حد يعجبه الدكتوره سعاد ويديله صوتها، وحد يعجبه الدكتور محي ويديله صوتها، وخاصه ان الدكتوره سعاد بالذات بيكال ضدها اتهامات كاذبه واشاعات ان انا مؤيده ده موضوع تاني مثلا. ده موضوع تاني يعني. انا عايز اسمع رد الدكتور محي على نفس النقطه اللي اثرها الدكتور محمد عبد المعصوم. انا بعتبر استخدام حق التقاضي المقفول دستوريا ان ده اساءه لحق التقاضي، لان تم رفع هذه الدعوة من رافعي الدعوة بفرض الحراسة أكثر من 3 مرات، والقضاء العادل أنصف جموع الصيادلة بعدم فرض الحراسة. والدكتورة صفاء تصر أني لو هترفعها 100 مرة ده في تعطيل لمهنة الصيدلة وتجنيد للعمل النقابي داخل النقابة. وأنا يعني من واقع خبراتي أني ومروري بقرى ومحافظات والجمهورية، الصيادلة عندهم وعي يعني جامد جدا، وأنا أراهن أني لن يفوز فصيل الإخوان المسلمين، وسيجمعنا يوم إن شاء الله وأثبت يوم السبت اللي هتقابله فيه الدكتور محمود. هو قال قبل يوم السبت بعد ما تكونوا سيطروا لنجحوا الإخوان. هو أصله إن إحنا مش هننجح، لكن إن شاء الله هننجح. لا وإن شاء الله هننجح يا دكتور. يا دكتور إن شاء الله يعني حد فينا هينجح يعني. أنا مش مهم أكمل كلامي. أنا معايا على التليفون الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة. يا دكتور، أنتم متهمين مجلس النقابة الحالي بأن أنتم بتستغلوا نفس الطريقة اللي بيشتغل بها الإخوان لإنجاح مجموعة تقدروا تسيطروا عليها، رد حضرتك على هذا الكلام؟ كذب وهراء، ودي دي يعني حجج الناس اللي هي مش ممكن أبدا توصل بالانتخابات. فمن مصلحتها تعطيل الانتخابات ليه يا دكتور سعودي؟ حضرتك نسمع رأي دكتور سعودي. ما يقولش كذب، عيب، ما يصحش دكتور سعودي. مش بيتكلم لا بيتكلم عليا لا بيتكلم عن دكتور محمود. الاختيار الاول والاخير للصيادلة عن طريق ايه؟ مش عن طريق انا اللي قلت الكلام ده. هو بيتكلم عن مزعم يا فندم بصرف النظر عن الكلام. اتفضل يا دكتور. اتفضل. اولا انا بحيي سعادتك استاذه منى على طريقه ارادتك المحايده جدا والفاهمه جدا لابعاد المواقف. شكرا جزيلا يا فندم. اتفضل. صوت النقابة أو القضايا اللي اترفعت على النقابة لم ترتفع أو لم تتكسر علينا التعالب والمافيا اللي بعد ما قلنا إن في غش دواء، قلنا في سلاسل، قلنا في خطر في مهنة في صناعة الدواء، قلنا في مواطن مصري من حقه ومن حقه ومن حقه. من هنا لملك القضية دي مش موضوع إخوان. وأنا مش إخوان، أنا هزمت الإخوان
ولو رحت للقضاء ورحت للاموال العامه في ست قضايا. طيب الدكتوره صفاء رفعت الدعوه بتتكلم عن ان المساله لها علاقه كمان بمخالفات ماليه مش بس انتماءات فكريه يا دكتور. المخالفات الماليه رحنا بيها للقضاء من تاريخ شهر 5/2013 يسال القضاء لماذا لم يحرك هذه القضايا الى الان. القضاء وضع النقابه تحت الحراسه ومؤكد ان كان هناك ما اقنعه في الوثائق اللي قدمتها الدكتوره. ورفعت وسترفع عنا الحراسه في قضيتين سابقتين والقضيه اللاحقه دي. خزنه النقابه مليئه بالاموال، نستثمر الاموال استثمارا جيدا، عملنا لائحه للاعانات مش موجوده في نقابه في مصر خالص لكل الصيادلة للمسيحي والمسلم بسواسية بدون طائفية بدون الأكاذيب اللي بيرددوها داعمي الحراسة وبتوع السلاسل اللي هو كلمك واحد منهم اللي هو مستشار لأكبر مخالف. عفوا برضو أنا لا أقبل برضو بتوجيه التهمات لحد وهو مش حاضر غير مدام غير مدعومة بحكم قضائي. دي حقائق والانتخابات في ميعادها. طيب انا برضو بسالك يا دكتور محمد عفوا دكتور محمد سعودي في ميعادها يا فندم لازم الصيادله للمشاركه بكثافه والتصويت بحريه وبشرفيه يوم الجمعه من 9 صباحا الى 7 مساء. هل هتكون الانتخابات في مراكز عفوا يا دكتوره نسمع بعض هل هتكون الانتخابات في مراكز بالطريقه اللي انتقدها البعض ولا هتكون في مراكز المحافظات ولا هتكون في اماكن اوسع بحيث الناس تقدر تشارك فعلا بطريقه اسهل؟ نسمع بعض يا دكاتره. معموله في ارقى اماكن على مستوى مصر في حدود امكانيات النقابه. ان القانون لا يسمح باقامه الانتخابات في خارج المقرات المختاره، منعا للتزوير ومنعا لحاجات كثيره وحتى لوجستيا او اداريا احنا مش جاهزين لده. يعني معنى كده انها هتجرى برضو في مراكز محدوده وده بيشوب مخاوف زي ما حضرتك سمعت من حشد ناخبين بعينهم ان هم يروحوا يدلوا اصوات. لا يا فندم لا 28 واحنا نجحنا كده. طب انا نجحت كده انا نجحت والدكتوره سعاد نجحت كده على نفس القواعد القديمه اللي معموله. اللي هينجح هينجح يا فندم واللي هيسقط هيسقط والانتخابات في ميعادها وتحت اشراف قضائي وندعو كل منظمات المجتمع المدني حتى بدون تصريح انها تيجي وتشرف وتراقب واحنا جاهزين لانتخابات نزيهه هتشرف الصيادله وهتشرف مصر في الجمهوريه الثالثه اللي احنا فيها دي وندعو كل الصيادله المشاركه بكثافه لانقاذ نقابتهم من شبح الحراسه وهو حر ينتخب اللي هو عاوزه. وتحياتي للدكتور محي ودكتورة سعاد. حياتي للدكتورة سعاد طبعا. شكرا جزيلا يا دكتور. هي من داعمي الحراسة يا فندم بس عشان تبقى عارفين. هذا كلام غير صحيح وكاذب. وكاذب. من داعمي الحراسة. حضرتك كاذب. حضرتك كاذب. عفوا يا دكتورة. لا عيب. معلش بس نحافظ على قواعد الحوار أرجوكم في الحد. لا ما يصحش كده دكتورة. حضراتكم دكاترة. هو بدأ وقال نفس الكلام. يعني هو بيكذب الناس يا دكتورة. نقول الرؤية. لا استنى يا دكتور معلش. هذا كلام يسيء إلي وأنا مرشحة لمنصب نقيب سيادة مصر ولا يصح. ده بيبين اتجاه الأعضاء وبيؤكد ما قلته من لحظات إن هذا المجلس العشرة الموجودين أو جزء منهم وعلى رأسهم هذا الوكيل الذي توافق مع الإخوان وأعلن ذلك في اجتماع كبير من الصيادلة وعلى رؤوس الأشهاد وقال أنا توافقت مع الإخوان ولن أخونهم. قال هذا الكلام في سنة 2013 في عز الاضطرابات اللي كانت في مصر وبناء عليها كان هذا المجلس المعيب كله بيقرر إنه هو يعمل جمعية في الأزهر وأوقفتها ورفعت دعوة في مجلس الدولة ضد الدكتور محمد سعودي وضد المجلس كله لوقف هذه الجمعية لأنها كانت ضد الوطن. تمام. مش ضد كمان ما اعرفش اذا كان الدكتور السيارة. محمد سعودي ما زال معانا ولا لا لكن لا زال معانا الدكتور محمود عبد المقصود وطبعا له ان يرد على بعض ما تناوله فيه الدكتور محمد سعودي. يا دكتور اتفضل. يعني حضرتك انا مش هرد عليه أرجو عدم شخصنة المسائل إحنا بنحاول نوصل حقائق دون لكن أنا زي ما نجحت إلى القضاء ضد النقابة حتى إلى القضاء ضد هذا الصيدلي وأرجو إن حضرتك تحتفظي لي بنسخة من شريط هذا البرنامج عشان هو سببني في هذا البرنامج. الشريط على اليوتيوب بعد قليل يا فندم اتفضل. خدتي بقى حضرتك أولا ثانيا إن أنت علامة حضرتك إن هذه النقابة دعمت اللي بيقول لائحة الإعلان معمولة عشان تعطي كل سجين من المسجونين من الإخوان رابعة اتعملت بعد رابعة صح صح صندوق الإغاثة صندوق الإغاثة نسمع بعض يا فندم نسمع بعض الدكتور عبد المقصود هيخلص وحضرتك الدكتورة هتعلمها صحيح لا إخوان المسلمين نسمع بعض يا دكتورة
القتلى من الاخوان واللي هم. دكتور حضرتك على الهواء الميكروفون مفتوح فنسمع بعض لو تكرمتي. اتفضلي دكتور. فحضرتك هذه هي لائحه الاعانات التي قال عنها الدكتور محمد سعودي، وانا بدعو للرؤيه يظل محتفظا بهذا الاعتراف. ان هذا الاعتراف سوف نرفعه الى الجهات القضائيه مره اخرى، ان هو من يعفي الاخوان ويبعد عن دعم الارهاب في مصر الان. فلوس النقابه كلها قولي له انت قدرت تصرف مبلغ لاي حد ثاني هو لا يستطيع ان يصرف. معانا يا دكتور محمد ما زلت على الهوا؟ ايوه. حضرتك سمعت الكلام اللي قالته الدكتوره والدكتور عبد المقصود؟ في نصف دقيقة حضرتك ترد عليه عشان خاطر ارجع لضيوفي في الاستوديو. طيب انقطع الاتصال مع الدكتور محمد سعودي، لو قدرنا نوصل له تاني هنوصل له. بشكر الدكتور محمود عبد المقصود امين عام الاتحاد نقابه الصيادله السابق واحد رافعي دعوى الحراسه. ارجع للدكتور محي ياخذ فرصته هو كمان في الرد على ما قيل قبل ما ارجع لحضرتك تاني. اتفضل. يعني انا مرشح على مقعد النقيب العام ويشهد الله حياديه هذا المجلس، واكرر وانا ليس لي اي مصلحه. أنا داخل وقلت لحضرتك إن أنا بتنافس منافسة شريفة غير مدعوم من العشرة اللي هم بيذكروهم إن هم بيوجهوا الناخبين، لم يساندني أحد منهم وأنا أدافع عنهم في غيابهم. ده مجلس محترم لم يوجه الصيادلة، وبعدين الصيادلة حكاية إن الصيادلة موجهين أو بيتم توجيههم دي إهانة لكل صيدلي. فالصيدلي هو حر في اختياره، لا يوجه من أحد، والنقابة العامة شهادة أمام الله غير موجهة لجموع الصيادلة. دكتورة سعاد، أنا معترض على كلام الدكتور محي. اتعملت قائمة باسم المهنيين وموجودة، واللي عملها أعضاء النقابة ومنهم هذا الوكيل اللي أعلن إنه هو توافق مع الإخوان من قبل، وأنا أنا حد صريح ومش هضحك على زملائي الصيادلة ولا أقول كلام علشان دعاية انتخابية. هذه الانتخابات تدخل فيها الأعضاء المستقلين للحصول على نقيب معين وأعضاء معينين مواليين ليهم علشان يسيروا المجلس كيفما يشاء. وطبعا أي حد بيعارضهم زي حضرتي، أنا مش معارضة ليهم ولا أي حاجة، أنا بعترض على أدائهم النقابي. نحن وثقنا في هؤلاء إنهم ضد الإخوان، واخترناهم لأنهم كانوا ضد الإخوان، لكن أن يتحالفوا مع المجلس الإخواني ويصدروا هذه اللائحة التي تحدث عنها الدكتور سعودي، أصدروها إمتى حضرتك؟ بعد ربعة، علشان يطلعوا 10,000 جنيه لكل صيدلي متوفي في ربعة. واحد. اثنين، الصيدليات التي تم حرقها في المنيا من أتباع الإخوان. النقابة ما طلعتش ليها فلوس. دكتور جميل بقطر نفسه هو اللي راح وجاب من أصحاب شركات الأدوية وجابوا جزء من الجيش 250,000 جنيه، وجمعوا هذه الإعانات لمعاونة الصيادلة المسيحيين في المنيا، وهم شهود على هذا الكلام. النقابة بدأت بعد كده تطلع على سبيل إنها يعني المنظر إنها تطلع لكل صيدلي اتحرقت صيدليته 10,000 جنيه. أنا أقول الحق في وجه كل سلطان الحقيقة يعني، إن بعض من طلبهم هذا الكلام طلبوا حق الرد، ومنهم الدكتور وائل هلال اتصل بينا، هو أمين نقابة، أمين صندوق نقابة وهو الصيادلة. من الفصيل الإخواني. دكتور وائل اتفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. بحضرتك وبالسادة مشاهديك جميعا، اختصارا علشان وقت البرنامج ووقت حضراتك، انا اشيد باحترافيتك في اداره. شكرا جزيلا يا فندم، اتفضل. وكنت اتمنى ان يكون الحوار في اطار مصالح الصيادله، ويتحدث الزملاء المرشحين عن الكادر والضرائب وحق الصيدلي في هامش الربح والصيدليات المباراه. سنتحدث ده اللي احنا جايين من اجله، لا داعي يعني للمزايده. اتفضل يا استاذ وائل باختصار. اتفضل دكتور اتفضل. هذا المنح وهذا الحوار. رقم واحد، الدكتور محمود عبد المقصود المتصل بحضرتك ظل امينا عاما للنقابه لمده 20 عاما وفاز بالانتخابات ودخل النقابه بنفس طريقه الانتخابات التي تجري الان. رقم اثنين، هذه النقابه رفعت ضدها 5 دعاوى قضائيه خلال 3 سنوات، منهم 3 في السنه الاخيره. طيب يعني بعيدا عن الدكتور عبد المقصود او غيره من الاشخاص، انا بسال حضرتك بشكل محدد وعايزه اجابه محدده. في اتهامات بان هذا المجلس، الكلام اللي قالته الدكتوره سعاد، كان غرضه اعطاء دعم الاخوان بعد ربعه. في اتهامات ليها علاقه باتهامات ماليه وموجوده امام القضاء دلوقتي. انا برد على حضرتك دكتوره سعاد، الجالسه امامك
قدمت طلبات للحصول على إعانات للصيادلة من الإسماعيلية وأخذوا وفقا لهذه اللائحة. هذه اللائحة وهذا الصندوق أنشئ في سنة 2006 كان أول تبرع من الله يرحمه نقيب الصيادلة السابق دكتور زكريا جاب في عهد الدكتور محمود عبد المقصود أنشئ هذا الصندوق وبدأ الصرف منه في 2007. كل اللي عملناه أن احنا طورنا هذا الصندوق وأصبح يصرف مبالغ أكثر لكل الصيادلة بدون التفرقة من حيث جنس أو لون أو طائفة أو أي شكل من الأشكال. هل صرفتم فعلا لناس متضررين في رابعة يا دكتور؟ من فضلك اسمعيني أكمل كلامي. الزملاء الذين تتحدث عنهم الدكتورة المضارين في صيدلات المنيا ذهبت لهم أنا شخصيا وبرفقة الدكتور جميل بقطر وقدمنا من هذه اللائحة 20,000 جنيه لكل صيدلية مضارة. أكثر من 500,000 جنيه صرف لهذه الصيدلات بتاعة الزملاء المسيحيين من هذه اللائحة التي يدعون عليها كذبا. انا بدعو المعد عند حضرتك في البرنامج هو يعرف. انا بسال حضرتك سؤال محدد، هل تم صرف اعانات لبعض معتصم رابعه؟ مش هيرد يا فندم. اللائحه بتقف مع الصيدلي في كل ما يتعرض له من ضرر، سواء كان هذا مرض او كان وفاه او كان قلب مفتوح او كان سرطان او كان حادث احتياط. هل بعض اللي حضرتك بتشوف انهم اصابوا من الضرر اللي هم كانوا موجودين في رابعه يا فندم؟ لا يا فندم، انا ما بقولش للرابعه، اللائحه نصوص قانونيه مجرده بتقول اي صيدلي حتى اذا كان مدان في مخدرات وما زال محبوسا على احتياطيا على ذمه قضيه يصرف له 250. هل في مخالفات؟ هل حضرتك بتقر ان فعلا في مخالفات محكوته امام القضاء او في اتهامات بمخالفات عشان نبقى ادق موجهه للمجلس الحالي وموجوده امام القضاء؟ استاذه منى حضرتك يعني سيد العارفين ان اي حد من حقه ان هو يروح للقضاء، بس هذه الاتهامات كلها عندنا 5-6 قضايا كلها لم تثبت، وما زالت هذه القضايا منذ 3 سنين قدمها زملاء ولم ينظر فيها ولم يحصى فيها حتى الان ولم تثبت في حق مجلس النقابه اي ادانه، بدليل الحكم الصادر من محكمه القاهره يوم 29/1 والذي اكد على نزاهه وبراءه هذا المجلس. كنت أتمنى من هؤلاء الصيادلة الزملاء أن يتباروا في الساحة الانتخابية يوم الجمعة القادم وينزلوا ويعرضوا نفسهم على الناس ويعرضوا برامجهم. شكرا جزيلا لحضرتك وأسفة لمقاطعتك، وقت يقرب أنه ينتهي وعايزة أسمع الحقيقة وعايزة أطرح سؤال محدد. احنا جايين عشان أنا برضو عايزة أسأل سؤال محدد، أسمع إجابة من حضرتك والدكتور علي. الموضوع بدأ كله كده أنه هو خلاف حوالين السياسة، فين الصيادلة هنا؟ الصيادلة علشان احنا دلوقتي يعني انا جاي علشان اتكلم عن برنامج بتاعي اقدمه للصيادلة ورؤيتي للبرنامج وليه انا رشحت وجاء نفسي. قرار فرض الحراسة واودى احنا مستمرين في الانتخابات وبقول لكل صيادلة مصر انزلوا واختاروا، لان ما نحن فيه بسبب عدم اقبالكم على الانتخابات. احنا هنعمل الانتخابات واحنا كلنا هنبقى موجودين في اللجان، ومن فضلكم يا صيادلة مصر اتفضلوا انزلوا. وبكلم التيار المدني بالذات. ليه يعني ايه اللي الصيدلي متصور ان هو ياخد؟ اذا كانت المساله بدت مثلا ان في حسابات سياسيه بالاساس، احنا هندخل 12 عضو في هذا المجلس ونقيب، يعني معنى كده، وكل زملاء المرشحين زملاء افاضل واللي هم الاعضاء بقى فوق السن وتحت السن. هؤلاء ال12 عضو هيدخلوا النقابة وعندهم أمل في التغيير إن شاء الله، حتى لو في حد كان توافق مع الإخوان عفى الله عما سلف وهنبدأ صفحة جديدة كصيادلة تحت منبر إن النقابة لينا وإن النقابة لكل صيدلي. ليه الناس هتنتخب حضرتك؟ ليه حضرتك متصور إن هو ينتخب حضرتك ما ينتخبش مثلا الدكتور محي؟ لا تنتخب ما تختار. أنا هقول لحضرتك حاجة، هقول لكل صيدلي في مصر لو رحت تتقدم إلى وظيفة، هذه الوظيفة تستوجب أن تقدم سي في. أنا بقول اقروا السي في، أنا نقيب حالي لنقابة فرعية ولدي مواقف ضد كل ما هو معوج في الفترة اللي فاتت، وعشان كده أنا بتحارب. فإذا أنا ليا تاريخ، أولا أنا حاصلة على لسانس حقوق وماجستير من جامعة عين شمس وأجيد العمل النقابي وأحفظ القوانين. طيب أنا برضو دي نقطة تدخل في إطار الدعاية الانتخابية، ويمكن ده مكانها هيبقى موجود حق حضرتك، بس علشان أنا أدي لحضرتك هذا الحق لازم أجيب الثمانية المرشحين وأديهم نفس. طب خلاص أنا جاي لعرض الرؤية، رؤية النقيب المحتمل على يعني جموع الصيادة. يعني المفروض ان احنا جايين النهارده لدعوه نتكلم على البرامج وما هي الرؤيه المطروحه لنهوض بهذه المهنه
وما هي رؤية النقيب في هل فعلا في رؤى بتتصارع في الانتخابات دي؟ يعني هل حضرتك مقدم رؤية ودكتورة سعاد مقدمة رؤية والستة الاخرين مقدمين رؤى ولا المسألة هي رغبة في استحواذ مثلا للتيارات بعينها على بعض النقابة او مقاومة التيارات بعينها؟ انا بسعى جاهدا لدعم الصيدلي بكل سبل الراحة حتى يعود بالنفع على الصيدلي وعلى المجتمع المتمثل في المريض من خلال تقديم خدمة دوائية متميزة. بدأ يعني بسعى إلى تكوين نقابة قوية قادرة على مواجهة التحديات وقادرة على التواصل مع مؤسسات الدولة للحصول على كلام جميل جدا. برضو ممكن حضرتك بتدرجه في برنامجك الانتخابي، لكن سؤالي أنا والناس اللي بتتفرج علينا اللي هم ما هماش أعضاء وممكن ما يكونش ليهم أصوات، هل بالفعل الارتقاء بالعمل النقابي أو الارتقاء بأحوال الصيدلي هي جزء من ده؟ وإزاي في ظل كل التفتت اللي حاصل في الأصوات الارتقاء وإن الخلاف هنا حوالين مين إخوان ومين النقابة بيحاول يسيطر؟ النقابة هي تسعى إلى تذليل كل السبل وتوفير سبل الحياة السعيدة والحياة النفسية للصيدلي. بمجرد ان انا اوصل الصيدلي الى حاله نفسيه مستقره و توصلين لدرجه ان الرفاهيه عاليه جدا على الحاله النفسيه الناس يعني. لا انا لسه ما كملتش. فطبعا ان توفير سبل الحياه للصيدلي هيعود بالنفع على المجتمع. نحن نسعى الى تطوير البحث العلمي والتنشيط وتطوير المصانع الادويه حتى نجد هل في خلاف بين حضرتك وبين الدكتوره سعاد مثلا في النقط دي ولا في اتفاق؟ هو الاتفاق يعني الثمانية، أنا أرى أن الثمانية المتنافسين كل واحد ليه رؤية، والرؤية في الآخر هي لخدمة الصيدلي. جميل. لو في تقارب في الرؤية دي، العمل النقابي هو عمل مجاني خلاص، أنا بتقدم بخدمة لخدمة زملائي وليه رؤية للوصول لبر الأمان. جميل. إذا في تقارب في الرؤى وإذا في نقط اتصال ممكن نقف فيها، ليه 7 مرشحين قدام مرشح إخواني فبالتالي يزيد من فرصه؟ وبطرح السؤال ده على حضرتك يا دكتور. 2 مرشحين إخواني. 2 يعني 6-2. طبعا أنا 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 أنا, أنا عايزة أقول إن إحنا عندنا في نقاط الصيادلة قوانين للمهنة، هذه القوانين يجب أن تتغير تتواكب مع معطيات العصر. حضرتك إحنا ما زلنا لغاية دلوقتي الصيدلي بيستلم عهدة، ما زلنا لغاية النهاردة الصيدلي بيطالب إن هو يرجع يشتغل في صيادلة، في قوانين اتعدلت كده وقرارات ظهرت، ففي مجموعة من الصيادلة سابوا الحكومة وطلعوا وألغوا التكليف علشان يفتحوا صيدلية أو كان عندهم ظروف خاصة واضطروا إن هم الظروف صعبة عايزين يرجعوا تاني للوزارة، عايزين يرجعوا تاني لوزارة الصحة. قدمنا طلب للوزير، الوزير وافق، رحنا قدمنا طلب لوزير المالية، وزير المالية حولوها للتنظيم والإدارة وما زالت مجمدة حتى الآن. صيدلة دول 400 صيدلي مش عارفين، النقابة الحالية لم تستطع حتى هذه اللحظة إعادة هؤلاء لوظيفتهم. هو القانون الصيدلي استلم عمل استلم فهناك الصيدلي لغاية النهاردة بيستلم عهدة وبيقعد يعد البرشام ويقعد لو إزازة كسرت يتحاسب عليه، في حين إن هو سايب شغله الأساسي اللي هو مراقبة الأدوية. هل حضراتكم يعني في مشاكل يعني كتيرة؟ في مشاكل كتيرة أكيد. هذه المشاكل تحتاج إلى 1 قوانين حقيقية تتواكب مع معطيات وتقدم التقدم العلمي الموجود، 2 دور فعال للصيدلي وترقي للصيدلي في الوظائف المختلفة في الدولة. ما ينفعش أنا أكون زي الطبيب زي طبيب الأسنان. جميل جدا. وبرضه أنا عايز أسأل حضرتك والدكتور 3 السؤال. أكمل. اتفضلي حضرتك. اتفضلي فندم. يعني حضرتك بتقطعيني فأنا النهاردة يعني اتفضلي. يعني في قرارات وزاريه زي قرار 499 بزياده الهامش الربح للصيدله اصحاب الصيدليات لم ينفذ، يعني احنا وبعدين ابواب الوزاره اغلقت في وجه النقابه. محتاجين يعني حد يكون عنده الجرأه والشجاعه انه يواجه هذه المشكلات وانه هو يكون فاهم قضايا الصيادله عن حقيقه، عن علم، عن خبره، عارف القوانين، عارف ازاي يفتح ملفه ويقراه قبل ما يروح يقابل الوزير. طبعا الشروط دي ومدى انطباقها دي مساله هيقررها جموع الصيادله اذا نجح ضيفية وغيرهم من المرشحين في اثاره اهتمامهم حوالين هذه الانتخابات. الى اي مدى الصيادله مدركين اهميه هذا المجلس؟ الى اي مدى هو طرف فيها؟ ده مساله هتبينها عدد النزول فعلا. انا يعني بطالب من هذا المنبر وزير الصحه ورئيس مجلس الوزراء باحقيه الصيدلي الحكومي في تولي المناصب القياديه وجعل المجال مفتوح للكفاءه.
تمام. وانا بشكر حضراتكم ومنتظرين ان احنا نعرف مصير النقابه، هل هتجرى الانتخابات ولا لا، واذا اجريت الى اي مدى والحراسه ستوقف ان شاء الله بالرد. كلمه اخيره، انا بتقدم بالعزاء لاسره الشهيد محمد عادل الطويل، شهيد دار الحكمه دار القضاء، له مني خالص العزاء. هم كل شهداء مصر وكل شهداء مصر. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا الدكتوره سعاد حموده نقيب نقابه الصيادله او نقيب الصيادله بالاسماعيليه، والمرشحه على منصب، هي السيده الوحيده الحقيقه المرشحه على هذا المنصب، منصب نقيب الصيادله. وبشكر الدكتور محي عيد ايضا عبيد. محي عبيد المرشح ايضا على نفس المقعد، مقعد النقيب، من بين 8 مرشحين ضيوفي، من بين 8 مرشحين على هذا المقعد في الانتخابات التي لم يحسم امرها حتى الان بعد قرار النقابه، واللي ضيوفي الاثنين بيشتركوا في فكره انها ستجرى في موعدها، وهنشوف. شكرا جزيلا لحضراتكم. غدا يوم اخر في مصر ان شاء الله يكون يوم افضل حتى نلتقيكم فيه. هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي منى زمان.